تحت أنظار العالم كله، مسلسل الإبداع الأهلاوي مستمر للموسم الثامن في مونديال الأندية. البداية تحية عالمية لكل الأهلاوية، أهلا بكم حلقة جديدة للمونديال. سعيد جدا جدا إن أنا موجود معاكم النهاردة بعد ليلة أكتر من رائعة قضاها كل جماهير نادي الأهلي في كل حتة في العالم، واستمتعوا بشكل كبير جدا بالأداء الرائع. الأهلي الحقيقة امبارح ظهر بشكل ولا أبدع ولا أروع ولا أمتع في بداية قوية جدا ومشرفة للكرة المصرية والكرة العربية والكرة الإفريقية في المحفل العالمي. موجود معاكم على مدار سهرة النهاردة، هنتابع آخر أخبار الأهلي في المونديال، استعداداتنا طبعا لمواجهة سياتل ساوندرز المهمة جدا والصعبة جدا في نفس الوقت. وبيسعدني يكون معايا في سهرة النهاردة زميل عزيز محمد سعيد. مساء الخير يا محمد. مساء الفل يا ابو حميد، والف الف مبروك. بالتاكيد سعداء في هذه التغطية الخاصة وحفل المونديالتو. يعتبر النادي الاهلي بالتاكيد احد الاندية المشاركة في كأس العالم للأندية والضيف الدائم على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في كل المناسبات العالمية. ابو حميد، يمكن بالتاكيد انطلاقة قوية جدا للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية، وفرحة كل الجماهير الأهلوية بهذا الانتصار والانطلاقة القوية. وطبعا قبل كل ده بالتأكيد أنا بسعد دايما بوجودي معاك، وإن شاء الله بإذن الله تكون تغطية موفقة إن شاء الله على مدار اليوم بإذن الله. هي أجواء سعيدة، والأهلي عودنا دايما أنه الأهلي مصدر ومصنع السعادة لكل الجماهير وفي كل مكان، وهي مناسبة بينتظرها كل الأهلوية. وقد كان الأهلي ونجومه الحقيقة وجهازه الفني بقيادة مستر كولر في الميعاد. والحقيقه وانا طالع الحلقه النهارده، لان يمكن يعني اللي بيتابعونا دايما على شاشه الاهلي، بدون تهويل وبدون تهوين انا شايف انه مشوار الاهلي لم يبدا بعد. يعني انا شخصيا كنت متوقع جدا وشايف ان الفوارق كبيره جدا بيننا وبين سياتل ساوندرز، فكان الفوز منطقي. لكن الاختبار الصعب والاختبار الحقيقي والتحدي الحقيقي في البطوله يبدا من يوم السبت في مباراه اعتقد هتكون مهمه ومصيريه، تاثر طبعا وتحدد مشوار الاهلي في البطوله. لكن خليني بعيدا عن الفوز، وانا هتكلم مع محمد في ده كتير، لان امبارح اداء الاهلي هو اللي الحقيقه كان مصدر فرحتي. فوز عريض 3-0 نتيجه كويسه جدا في بدايه المشوار، لكن اداء الاهلي مع مستر كولر امبارح محتاج كلام كتير جدا. حاله الحاله الجماعيه والحاله الفرديه، طبيعه الكوره، الكواليتي بتاع الكوره اللي قدمه النادي الاهلي في مباراه الامس يقول انك انت تراهن على الاهلي مع مستر كولر، وبصرف النظر تماما محدش عارف بكره هيحصل ايه، بصرف النظر تماما عن نتيجه الاهلي في المباريات القادمه وعن النقطه اللي هيوصل لها في المونديال. لكن الحقيقه كولر بيقول في كل اختبار صعب وفي كل تحدي حقيقي انه مدرب من العيار الثقيل. حقيقي فعلا المدرب السويسري مارسيل كولر يمكن بيقدم اداء تكتيكي مع النادي الاهلي بشكل رائع جدا، مش في المباراه الاخيره بس، امبارح امام اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. ولكن النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة تشعر كده أن في مرونة تكتيكية من الجهاز الفني، بيتعامل مع الفريق كوحدة واحدة مش مجموعة 11 لاعبين أساسيين دايما بيكونوا في التشكيلة الأساسية بيقدر يتعامل مع كل مباراة، لا إطلاقا. يمكن كهربا مثلا يمكن أقرب مثال، جاي فترة طويلة جدا ومن ساعة ما كولر تولى المسؤولية ما كانش معاه، وقيس فجأة بدأ بيه في التشكيلة الأساسية في مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصر، لعب بيه مباراة القمة أمام الزمالك وأبدع وتألق، وشارك كمان امبارح في الجزء الاخير في مباراه اوكلاند سيتي والكعب. لا هي اللقطه كلها والجون كله اللي بيرسي تاو. الجون كله من اوله يمكن دي اجمل لقطات المباراه، ودي الكوره اللي احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها. الالقاب ابدا ما اتغابتش عن قلعه النادي الاهلي ولا عن دولاب بطولات النادي الاهلي، ودايما الاهلي عودنا عن يكون منصات على منصات تتويج، لكن امبارح الحقيقه الكوره اللي اتلعبت ويمكن اللي انت بتقوله يا محمد تحديدا هو اختصار ده اللقطه. ولو رجعنا كده بشريط المباراه وشفنا الجون ده قبله بدقيقتين او ب 120 ثانيه، وشفنا التحركات اللي بدون كوره، مهارات التسليم والتسلم، الوان 2 والوان 3، الديناميكيه اللي ماشي بيها الفريق، جون عالمي احرزه بيرسي تاو. لكن شارك في صناعته تقريبا ال 11 او ال 10 لعيبه في الملعب باستثناء محمد الشناوي. بالظبط صحيح. اكيد النهارده يمكن على مدار اليوم هيكون في تغطيه خاصه لبعثه فريق النادي الاهلي في طنجه عروس شمال المغرب، وبالتاكيد بنشكر بالتاكيد كل الاشقاء في المملكه على الدعم والمسانده والمؤازره والمسانده والدعم
مش جمهور بس، لا ده كمان على مستوى القطاع الرسمي والمسؤولين في الجامعة الملكية المغربية اللي كان بيتقدمهم بالتأكيد السيد فوزي لكجع رئيس الجامعة الملكية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي، اللي كان حريص يا أحمد أن يكون موجود في مقر بعثة فريق النادي الأهلي قبل تحرك البعثة إلى ملعب ابن بطوطة كمان. بص يا محمد، أنا بشوف أن واحدة من أهم اللقطات ويمكن من حسن الحظ أن في يعني تقارب في الفترة الزمنية ما بين المونديال بتاع المنتخبات ومونديال الأندية، الاثنين اللي اتلعبوا ورا بعض يمكن بفرق زمني بسيط جدا. بالظبط. يوضح لك قد ايه اهميه الرياضه عموما يعني في التقارب بين الشعوب. اللي احنا شفناه من الشعب المصري كله على كل المستويات في مسانده المنتخب المغربي في المونديال وتاثير ده على مسانده المغاربه والرسائل اللي جايه على السوشيال ميديا في مونديال الانديه، يقول لك انه واحده من اهم ادوات التاثير والتقارب بين الشعوب هي الرياضه. وادراك المسؤولين في النادي الاهلي والمشاهد اللي احنا شفناها بين مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن خطيب طبعا وفوزي لكجع رئيس الجامعه المغربيه على الشاشه هي معانا اللقطات الحصريه، ده بيعكس قد ايه ان دور الرياضه دور مهم، ولابد كمان انه يبقى في تقدير كبير رغم حساسيات المنافسه. انت بتتكلم على دولتين كبار جدا في كره القدم في افريقيا، انديه ومنتخبات، ديربي الشمال دايما في حساسيات في المنافسه، لكن هذا التقارب هو واحد من اهم الاهداف اللي ممكن الرياضه تحققها وتعمل عمليه التقارب بين الشعوب، وده اللي شفناه الحقيقه بيننا وبين اشقائنا في المغرب في الفترتين دول. اهم ما يميز كمان هذه الزياره الامين العام للاتحاد الدولي فيفا السنغاليه فاطمه سموره، كانت موجوده كمان على راس الوفد وكمان عدد من اعضاء اللجنه التنفيذيه. ده إن دل على شيء بيدل التقدير الكامل والكبير لمسؤولي الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لقيمه ومكانه الاهلي على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. ويمكن شايفين قدامكم على الشاشه يمكن بعض اللقطات الخاصه والحصريه اللي كانت امبارح التقطتها بعثه او كاميرا قناه النادي الاهلي. هذا الاجتماع الخاص بقى ما بين فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، يمكن زي ما شايفين حديث بقى عن مشاركة الأهلي، تواجد الأهلي في البطولة، وبالمناسبة الأحاديث دي مستمرة منذ فترة، يعني أكيد تقدير كبير جدا من مسؤولي المملكة للنادي الأهلي. وعلى فكرة ده كمان بيبقى فيه رد فعل النهاردة، حتى النادي الأهلي كان بيشكر السيد فوزي لكجع على حضوره لمقر البعثة ومساندته للفريق على مستوى التجربة مما لا شك فيه وبدون تحيز، مش إحنا عشان على شاشة النادي الأهلي أو منتمين للنادي الأهلي، لكن تجربة النادي الأهلي في تحقيق الطفرة على كل المستويات هي محل احترام وتقدير ومصدر إلهام لكتير جدا من الأندية على مستوى قارة أفريقيا، ومش هبالغ كمان لو قلت على مستوى الوطن العربي. ولو تقارن من حيث الإمكانيات حتى لو قارنا مثلا بدول الخليج وتشوف الإمكانيات اللي بتحرك في حدودها النادي الأهلي ومع ذلك قادر على تحدي الكبار وقادر على الظهور في المونديال، مش النسخة دي بس والنسخ السابقة، وتحقيق إنجازات أمام فرق كبيرة جدا، هتعرف قد إيه قيمة وفن الإدارة في النادي الأهلي. نفس الشيء ينطبق على المغرب، الحقيقة اللي حققت طفرة كبيرة جدا وعملت نقلة نوعية على مستوى المنتخبات والأندية أيضا في الفترات الأخيرة. فبالتالي فكرة تبادل الخبرات وتبادل الآراء وتبادل وجهات النظر تبقى مهمة جدا على هامش بطولة بحجم بطولة كأس العالم للأندية. محمد، أكيد قبل كمان ما نروح للأرقام واستكمالا لكلام زميلي العزيز أحمد سمير، النهارده كمان كانت في زياره مهمه جدا، وليد الركراجي المدير الفني للمنتخب المغربي، كون ان النهارده يكون موجود ويكون حريص ان يبقى في فندق اقامه الاهلي ويلتقي ببعثه فريق النادي الاهلي ويلتقي بالمهندس خالد مرتجي المنسق العام لبعثه فريق النادي الاهلي مع الاتحاد الدولي وامين صندوق مجلس الاداره، ده ان دل على شيء بيدل كمان اهو قدامنا يمكن لقطات زياره وليد الركراجي. لا يا جماعه، الاهلي مكانته كبيره جدا في الوطن العربي وفي القاره الافريقيه، وان المدير الفني للمنتخب المغربي الحائز على المركز الرابع في كاس العالم انه يلتقي بالبعثه ويطمئن ويأزرهم ويساندهم، اكيد دي كمان رساله بقى مش رساله رياضيه، ده كمان في رساله فنيه من مدير فني المنتخب المغرب بيزور بعثه فريق النادي الاهلي. طيب مكاسب امبارح ايه؟ مكاسب امبارح اكبر بكتير من مجرد 3 اهداف احرزهم الاهلي في شباك اوكلاند سيتي او محافظته على فرصته في المنافسه ان شاء الله وتحقيق انجاز جديد، نتمنى ان شاء الله يكون انجاز هو الاول من نوعه في مشاركات الاهلي في البطوله. لكن الحقيقه الارقام والمكاسب اللي حققها النادي الاهلي تتخطى بكتير جدا فكره الفوز وتجاوز العقبه الاولى، عقبه اوكلاند سيتي. تعالوا نشوف ونشوف مع يعني كل الاهلاويه اللي بيتابعوا النهارده الاهلي في المونديال، نشوف الاهلي حقق ايه وارقامه وصلت لايه في مشاركته الثامنه في كاس العالم للانديه، ونرجع لكم مره ثانيه انا ومحمد.
يمكن ارقام قياسيه لا حصر لها، النادي الاهلي قدر يحققها في المشاركات الثمانيه لكاس العالم للانديه 20 هدف، يعني ده احنا بنتكلم عن سلسله وتسجيل وتاريخ كبير جدا لعدد الهدافين في النادي الاهلي، وبنتكلم عدد اللاعبين اللي احرزوا 20 هدف 11 لاعب. ومن الامور كمان الايجابيه والمميزه انت عندك لعيب نقدر نقول عليه نجم المونديال حسين الشحات، يعني في ثلاث نسخ مع فرقتين قدر يحرز اهداف سواء مع العين الاماراتي او مع النادي الاهلي في نسخه الدوحه 2020 وفي نسخه المغرب 2022. اعتقد حسين الشحات يا احمد دي يمكن لعيب عالمي يقدر طبعا. بص حسين واحد لازم نشيد بيه جدا، وانه لعيب كواليتي النادي الاهلي مش بس عشان هو رجل المباريات الهامه وعنده شخصيه وحضور في المناسبات المهمه وده المهم في نجم الكوره، لكن كمان لازم ندي يعني لازم حسين نديله حقه في جزئيه انه وده كواليتي الاهلي اللعيب اللي يتحمل الضغط. في لعيبه كتيره جدا بتبقى امكانياتها ومهاراتها وقدراتها عاليه جدا، لكن مع تيشرت النادي الاهلي يقول لك التيشرت تقيله، لكن حسين عدى بمواقف كتيره جدا وقدر يخرج منها ويتحمل الضغط الجماهيري ويتعامل معاه بذكاء شديد جدا ويحاولوا الدوافع عشان يظهر حسين الشحات بالصوره اللي عليها. احنا بنتكلم النهارده انه الفيفا بيحط الشحات، وده التاريخ وده الطموح اللي بيسعى ليه اي لاعب. وبيحطه مع مين؟ رونالدو وكريستيانو وجارث بيل. وجارث بيل اربع لعيبه في تاريخ كاس العالم للانديه هم اللي سجلوا في ثلاث نسخ مختلفه ويستاهلها الشحات، ولسه اللي جاي احلى ان شاء الله. عارف بيعجبني في حسين الشحات في ايه؟ حسين على فكره في اوقات كتيره جدا كان بيتعرض لانتقادات، بس حسين من اللعيبه اللي كان بيحب يرد في الملعب، يعني حسين مش من نوعيه اللعيبه انه يتاثر بالسوشيال ميديا ويرد من خلال اي تويته او من خلال اي صوره على الانستجرام، لا حسين دايما بيحب يرد في الملعب. في بعض الاحيان ممكن تكون اللمسه الاخيره افتقدها شويه في بعض الفترات، ولكن حسين امبارح يمكن حل لغز كلنا كناش عارفين ازاي هنقدر نخترق دفاعات اوكلاند سيتي، التصويبه والتصويب طبعا من مسافات بعيده. الهدف ده هو كان مفتاح المباراه بتهيألي، واللي خلى التكتل الدفاعي اللي شفناه وعشناه في ال 45 دقيقه الاولى الى حد كبير يفك، وبالتالي تمكن الاهلي من تسيد المباراه بشكل كامل في الشوط الثاني. بس قبل ما نتكلم على المباراه وقبل ما نتكلم على كولر، لان الحقيقه انا جاي اتكلم على مارسيل كولر النهارده، خلينا نروح نشوف تقرير عن حسين الشحات وارقامه ونرجع لكم مره ثانيه انا ومحمد بعد ما نتابع. بالمناسبه خليني اقول لكم ان واحده من ارقام الشحات برضو اللي زادت بمباراه امبارح او مشاركته مع الاهلي في مواجهه اوكلاند سيتي انه وصل لرقم 10 مباريات. الشحات لعب في المونديال 10 مباريات وبقى بيفرق مباراه واحده عن اصحاب الارقام القياسيه وكلهم طبعا اهلاويه، حسام عاشور، ابو تريكه، ووائل جمعه، اصحاب الرقم القياسي لعدد مشاركاتهم في مباريات المونديال. لو لعب حسين الشحات مباراه سياتل ساوندرز، لو مستر كولر ان شاء الله اختاره للمشاركه في المباراه دي، يوصل او يعادل الرقم ده ويبقى عنده فرصه كسر الرقم القياسي في مباراه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ده الهدف اللي احنا كلنا بنسعى ليه. ليه بقى؟ هقول لك ليه. انا مركز قوي مش بس عشان يبقى الاهلي وريال في مباراه رسميه، ومش بس عشان الاهلي باذن الله ان شاء الله يسعد جماهيره ويقدر، شايف انها قريبه مش بعيده قوي مش مستحيله يوصل لاول مره للمباراه النهائيه، لكن انا عندي كمان هدف نفسي الاهلي يحط بصمته على بطل اوروبا. احنا ما فيش قاره، ما فيش حته في الكوكب كله، ما فيش جزء من الكره الارضيه ما علمناش على بطله، سواء امريكا الجنوبيه او الكونكاكاف او اوقيانوسيا او اسيا او افريقيا. فبالتالي اللي فاضل لنا بس بطل اوروبا نعلم عليه، يبقى علمنا على الكوكب كله. هتوصل بقى لليفل الوحش. ليفل الوحش بالظبط كده باذن الله. اكيد طبعا يمكن الفوز على اوكلاند سيتي عمل انتعاشه، ولكن اكيد مارسيل كولر اغلق النهارده كل الامور المتعلقه بقى بالفرحه والسعاده عقب التاهل من الدور الاول. ويمكن الكابتن سعد بن حفيظ النهارده كان ليه تصريحات مهمه جدا، قال لك البطوله هتبدا من المواجهه القادمه. مظبوط، متفق معاه جدا. بالظبط، والاهلي دايما متعود ان هو يبدا من الدور اللي جاي. فبالتالي ما حدث في مباراه اوكلاند سيتي اكيد اسعد كل الاهلاويه في كل مكان واسعد الشعب المصري، ولكن المباراه القادمه اكيد لازم يكون فيها استعداد مختلف. والوقت ضيق، انت بتتكلم النهارده الخميس بكره الجمعه، والشيء الايجابي ان البعثه خدت قرار جيد جدا بالتنسيق مع اللجنه المنظمه في الفيفا ان الاهلي يفضل في طنجه ما يرجعش تطوان تاني. دي بسبب كانت مشكله كبيره، يبقى سفر رايح وسفر راجع، وردي الوقت بين المباراتين وقت ضيق جدا، فيبقى ارهاق شديد جدا على الفريق. بس خليني اقول لك حاجه، يعني انا كنت قبل الماتش على طول كنت بقول مهم جدا الاهلي يكسب باداء قوي وعرض قوي، ويا سلام لو نتيجه كبيره. ليه؟
دفعه؟ اه بالظبط كده. فكره انك انت تكتسب الثقه وتخش ماتش سياتل ساوندرز وانت مقدم اداء الكل بيشيد بيه، هتبقى الى حد كبير دفعه معنويه قبل مواجهه سياتل ساوندرز، لانها بالتاكيد يا محمد مواجهه صعبه جدا. الفريق ده على فكره يمكن احنا مش مهتمين بالكره في امريكا وما نعرفش اسماء، يعني لو سالت اي حد في الشارع قول لي اسم فرقتين ثلاثه في الدوري الامريكي ما حدش هيعرف يجاوبك على حاجه، وما يعرفوش النجوم اللي بتلعب هناك. نسمع كل فين وفين عن نجم خلص في اوروبا فراح يلعب في امريكا، لكن عايز اقول لك ان الكره في امريكا اتطورت بشكل كبير جدا، والفريق اللي هيلعبنا ده بيضم واحد نمره واحد سكواد على اعلى مستوى، عنده يمكن اكتر اتنين لفتوا نظري فراي حارس المرمى السويسري، وعنده 13 لاعب محترف من البرازيل ومن اوروبا ومن كولومبيا ومن الكاميرون بالظبط بالظبط كده، ومن اسيا. يعني هو تقريبا فريق انتر كونتيننتال، فريق جايب من كل حته لعيب. لكن روي دياز اللي هو راس الحربة نمره 9، راس حربة زي ما بيقول الكتاب، اعتقد 72 هدف تسجيل وحوالي 13 اسيست في 120 مباراه، ارقامه هايله جدا. لعيب كوره انا اتفرجت عليه هايل جدا. وحارس المرمى بتاعهم فراي حارس مرمى سويسري كبير في السن، ولكن واحد من اسباب الحقيقه تتويج. وخد بالك انت بتتكلم عن نادي امريكي كسر احتكار الانديه المكسيكيه لبطوله الكونكا كاف. ده اللي كنت لسه عايز اقوله على فكره، فكره ان يجي من الكونكا كاف فريق امريكي دي ما بتحصلش كتير، لان صحيح. دايما الانديه المكسيكيه هي المهيمنه. احنا طبعا واجهنا قبل كده فرق مكسيكيه عديده في كاس العالم للانديه، ابرزهم طبعا كلاب امريكا ولعبنا معاه قبل كده حتى في 2006، لكن حتى من متابعتنا ومونتريه لعبناه مرتين. لكن لو تتابعوا حتى في الفترات اللي الاهلي حتى مش موجود فيها في كاس العالم للانديه، دايما الكونكا كاف بتمثل من خلال فريق مكسيكي. لكن ده بقى اللي يخليك انت تستعد كويس جدا لمواجهه سياتل باذن الله يوم السبت. وخليني اقول لك برضو في نقطه يمكن الى حد كبير رغم كفاءه تكلم، يعني طبعا انا لغه الارقام التسويقيه والحاجات دي انا ما بقاش معترف بيها قوي، ما بحسهاش بتصنع الفارق في الملعب. يعني القصه دي قصه بعيده تماما عن ال 90 دقيقه وعن الروح وعن الحاله وعن الانسجام وعن التوفيق. لكن في النهايه تتكلم على قيمه تسويقيه الفريق تقريبا مره ونص او ضعفين النادي الاهلي. هم في الترتيب الثاني اعتقد بعد ريال مدريد، هم في من ناحيه القيمه التسويقيه. اعتقد انه فلامينجو بيتفوق عليهم اعتقد. فلامينجو في المرتبه الثانيه، لكن هم قريبين جدا، تتكلم حوالي في حدود 50 مليون يورو. فبالتالي فريق يعني متكلف. لكن خليني اقول لك كمان انه نقطه الى حد ما ممكن تبقى يعني في مصلحتنا في مواجهه السبت، انه الفريق ده مخلص دوري في ديسمبر ومخلص او مفنش البطوله في الترتيب ال 14، وبالتالي هو نسخه السنه دي مش افضل حالتها، مش هو الفريق اللي توج ببطوله الكونكا كاف، وبالتالي الحاله البدنيه مش هتبقى برضو في اعلى مستوياتها. تقدر تقول ان هم لسه في مرحله الاعداد او فتره الاعداد، فالى حد ما ده ممكن عنصر اللياقه دي. ومستر كولر تحديدا الحقيقه بيعجبني فيه قوي قرايته للمنافس في الشوط الاول وتحضيره وفكره وطريقته في الشوط الثاني. طيب ازاي الاهلي بقى بيستعد لسياتل بطل امريكا؟ اكيد معانا تقرير فيه تفاصيل متعلقه بقى كيف يستعد الاهلي لهذه المواجهه، خاصه في ظل ضيق الوقت ما بين مواجهه اوكلاند سيتي مساء الاربعاء الى مواجهه سياتل مساء السبت. لا وقت للراحة، شعار رفعه المارد الأحمر بعد أن أتم مهمته بنجاح أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي باكتساحه بثلاثية دون رد في أولى المواجهات بمونديال الأندية من على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب الشقيق، الذي احتضن اللقاء برحابة صدر واسعة وافتتاح مبهر أكثر من رائع فاق التوقعات من قبل الأشقاء، جمع بين الأصالة والتاريخ تجسدت بلوحات فنية عبرت عن الهوية المغربية وعن عراقة البلد والتطرق لشخصية الرحالة المغربي ابن بطوطة وتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيلي. بدأت كتيبة مارسيل كولر الاستعداد لمواجهة سياتل الأمريكي مباشرة عقب انتهاء مباراة أوكلاند سيتي، حيث خاضت المجموعة التي لم تشارك في المباراة والبدلاء تدريباتها عقب المباراة مباشرة مساء الأربعاء، وأكمل لاعبو الأهلي جميعهم تدريباتهم اليوم في طنجة، فيما خضع اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة لتدريبات استشفائية خفيفة. سامي قمصان المدرب العام للأحمر أكد أن الفريق حقق هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا
في الجولة الأولى من مونديال العالم للأندية، وأن الفريق يسير خطوة بخطوة من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي، وأن مباراة الدور الربع النهائي المقبلة أمام سياتل الأمريكي خطوة مهمة للغاية للعبور لنصف النهائي البطولة. مارسيل كولر المدير الفني للأحمر عقد محاضرة فيديو باللاعبين للحديث عن إيجابيات وسلبيات مباراة أوكلاند سيتي والاستعداد لفريق سياتل الأمريكي. شرح قدراته وإمكانياته الفنية ونقاط ضعفه وقوته من أجل دراسة المنافس ووضع أفضل خطة وتشكيل للمواجهة المرتقبة. الأهلي ولاعبه يحثون الخطى ويسعون للارتقاء وتحقيق مركز مميز في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية، وأن يصل الفريق لأبعد نقطة ويحقق مركزاً أفضل من المركز الثالث الذي تحقق في المشاركتين الأخيرتين. هذا هو الأهلي كما عهدناه، لا يخيب الآمال ولا يخيب الظنون في مونديال الأندية، فجماهيره في كل أرجاء المعمورة تترقب الفرح من هذا السندباد المتنقل من اليابان إلى محطاته الثلاث المتتاليات التي احتضنتها الشقيقات العربيات قطر، الإمارات واليوم في المغرب. ننتظر منك أن تجسد فعليا وبصوت عال مقولة بلاد العرب أوطاني. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم شايفين يمكن الاستعدادات متواصله، والنهارده كان في تدريب مهم جدا لفريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهه سياتل في الدور، طبعا بنتكلم في دور الثمانيه بقى وخلاص الثلاث مواجهات للمباراه الختاميه باذن الله للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وبما اننا قربنا بقى من كل الاخبار والكواليس في المغرب، اكيد في اخبار النهارده صدرت من خلال البعثه الرسميه لكل كواليس الفريق النهارده، وبالتاكيد في هذه اللحظات مهم جدا نروح لزميلنا محمد توفيق عشان يدينا كل الاخبار والكواليس المتعلقه بالاخبار النهارده بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي في طنجه. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد، مساء الخير زميل العزيز احمد سمير. في البدايه يعني برحب بكم كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، يعني عاوز اعبر على سعادتي في البدايه بوجودي مع استاذ احمد سمير، يعني حد من الناس اللي اتعلمنا منهم كتير جدا بجد مش مجامله، ويعني زميل وصديق عمر محمد سعيد لاكثر من 14 سنه، فبجد سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، وحابب من خلالكم اشكر قناه النادي الاهلي اللي دايما بتكبر ولادها ودايما بتدينا الفرصه ان احنا نكون موجودين معاكم مع اعظم جمهور في الكون، جمهور النادي الاهلي. طيب الاخبار بقى اللي معاك، واكيد عندك اخبار مهمه جدا النهارده لكل الجديد داخل بعثه الفريق. بالطبع يا محمد، يعني خلينا نبدا جولتنا الاخباريه النهارده واولى اخبارنا. الخطيب يشكر الجماهير المغربيه الشقيقه ولجج على مسانده الاهلي في المونديال. كان وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يعني بالنيابه عن نفسه وكمان مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الشكر والتحيه للاشقاء في المغرب على الاستقبال وكرم الضيافه ومسانده فريق الاهلي امس في اولى مباريات مونديال الانديه امام اوكلاند سيتي. واشار كابتن الخطيب الى تقديره البالغ لهذا الموقف من الجماهير المغربيه الشقيقه وخاصه التي تواجدت في ملعب المباراه. يعني لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني يعني وجهوا الشكر، وكمان يعني كابتن محمود الخطيب وجه الشكر كمان لفوزي لججع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم واللي حرص على زيارة البعثة في فندق الإقامة ودعم الفريق ولاعبيه قبل مواجهة أوكلاند سيتي. ويعني كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تمنى النجاح والتوفيق لدولة المغرب الشقيقة في تقديم بطولة تليق بتاريخها العريق وجماهيرها العاشقة لكرة القدم. تاني أخبارنا النهاردة يمكن بنتكلم فيها كمان على يعني يمكن الرسالة دي النادي الأهلي دايما بيأديها وبيشرف مصر يا محمد وأحمد، إن كل أندية العالم خاصة كبير العالم ريال مدريد النهارده بيهني النادي الأهلي، يمكن على لسان بقى بورتيجيو يهني الأهلي وتمنى مواجهته للريال في الدور قبل النهائي. يعني حرص إيميليو بورتيجيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد على تهنئة فريق الأهلي عقب الفوز أمس على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب، وكان بورتيجيو في اتصال هاتفي مع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي والمنسق العام للبعثة انه تابع مباراة الامس ويتمنى ان يتخطى الاهلي منافسه سياتل الامريكي في اللقاء القادم باذن الله بينهما يوم السبت المقبل. واعرب بورتيجيو عن امنياته ان يلتقي النادي الاهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للانديه. وجه من جانبه المهندس خالد مرتجي يعني امين صندوق النادي الاهلي والمنسق العام للبعثة الشكر لمدير العلاقات المؤسسيه بنادي ريال مدريد لاهتمامه وحرصه على التواصل انطلاقا من العلاقات الوطيده التي تربط بين الناديين الكبيرين منذ سنوات طويله. عايز أأكد لك يا محمد قبل ما تروح للخبر اللي جاي، يمكن يا أحمد بيتروجيني يمكن على تواصل مع عدد كبير جدا من المسؤولين داخل النادي الأهلي وبتربطه علاقات صداقة
بعدد كبير جدا في النادي الاهلي، ويمكن النادي الاهلي على مدار اكثر من 20 سنه في تواصل مستمر مع الادارات المختلفه في النادي الملكي في اسبانيا. يعني بص، هي علاقه النادي بالكبار دايما مش ملعب كره، مش ملعب كره القدم فقط، خارج اطار كمان يعني الملعب. هتلاقي حتى في الزيارات الرسميه او الدعوات اللي بيتلقاها مجلس اداره النادي الاهلي مع رؤساء اتحادات قاريه، مع رؤساء اتحادات محليه، مع رؤساء انديه كبرى، هتلاقي دايما العلاقه بين الاهلي وبايرن ميونخ، العلاقه بين الاهلي وريال مدريد، شكل التواصل فيه دايما احترام وتقدير متبادل، وده بياكد وبيعكس يا توفيق على فكره المكانه اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي والتقدير اللي بيتمتع بيه النادي الاهلي في العالم كله الحقيقه. بالطبع يا احمد، بالطبع يا احمد، يمكن النادي الاهلي زي ما مشرفنا دي المشاركه التامه، يعني كل الاجيال اللي في سننا والاكبر شويه النادي الاهلي مشي معاهم في كل مراحل عمرهم في كاس العالم للانديه، ويا رب دايما يعني اولادنا واحفادنا كمان يكونوا شاهدين على هذه النجاحات للنادي الاهلي. خبرنا اللي بعد كده، الاهلي يستأنف تدريباته بعد ظهر اليوم الخميس ضمن الاستعداد دون راحه لمواجهه فريق سياتل الامريكي. في الجوله الثانيه لكاس العالم للانديه، يمكن النادي الاهلي بيواصل على طول استعداده بدون اي راحه النهارده على طول، يمكن واصل التدريبات بشكل سريع جدا طبعا بعد الفوز بثلاثيه نظيفه امام اوكلاند سيتي بالامس. يمكن المران شهد مران بدني يعني للاعبين اللي لم يشاركوا اللي في اللقاء الامس في فندق الاقامه تحت اشراف الجهاز الفني ومدرب احمال الفريق، وخاض اللاعبين جلسات استشفائيه في الجيم وتدريبات خفيفه للتخلص من اجهاد مباراه الامس. بينما قاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق مجموعه اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الامس امام اوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كاس العالم للانديه في مران قوي جدا على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطه بمدينه طنجه المغربيه، وادى اللاعبون تدريبات بدنيه قويه متنوعه قبل ان يختتم المدير الفني المران بتقسيمه قويه شارك فيها فريقان من اللاعبين. يعني كمان نطمنكم على اللاعبين اللي كان بعض الكلام اثير حواليهم وعن اصاباتهم، طبعا يعني دكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي اكد سلامه محمد هاني وجاهزيته لمباراه سياتل القادم باذن الله. يمكن يعني قال الدكتور احمد ابو عبله ان الفحص الطبي الذي خضع له محمد هاني لاعب الفريق اثبت سلامته وجاهزيته للقاء سياتل حسب رؤيه الجهاز الفني، ده طبعا بعد التاكد من سلامته من الكدمه القويه التي تعرض لها في العضله الاماميه امس اثناء مشاركته في لقاء اوكلاند سيتي. واشار طبيب الاهلي الى ان علي لطفي حارس الفريق ايضا خاض جانبا من التدريبات الجماعيه في مران اليوم، واستأنف المران بتدريب بدني منفرد، واوضح انه فضل خضوع علي لطفي للتدريبات البدنيه والاستشفائيه بشكل منفرد في بقيه فقرات المران بسبب تعرضه لكدمه في الكتف، واكد ابو عبله ان علي لطفي سوف ينتظم في المران الجماعي لفريق الاهلي غدا باذن الله بشكل طبيعي. وبمناسبه كلامك عن التمرين يا توفيق، وانت طبعا دايما موجود في التاتش وفي التدريبات وبتتابع التدريبات، النهارده كولر عمل حاجه يعني مختلفه شويه. المجموعه اللي شاركت في المباراه ما راحتش التدريب، عمل لهم جلسات استشفائيه النهارده داخل الفندق، والمجموعه اللي ما شاركتش في المباراه عمل لها تدريب بدني وتقسيمه، وكان بيفكر يعمل تدريب مسائي بس فاجئ الناس كلها ما عملش تدريب مسائي، وقال لهم العبوا بلاي ستيشن، اخرجوا بره الاجواء شويه بحيث يبقى في كده ريكفري بشكل جيد. خد بالك الليفل اللي انت بتلعب فيه ليفل مش سهل، وبالتالي يعني انت اوريدي لما بتيجي تتكلم هنا على الدوري المصري بتلعب ماتش كل 3 ايام بتقول حمل بدني وقصه اجهاد، هناك والبدايه مع اوكلاند سيتي ومن بعد وان شاء الله باذن الله سياتل ساوندرز يوم السبت ورايح لريال مدريد، 3 ماتشات تقيله جدا في ظرف اسبوع، وبالتالي لابد من مراعاه فكره الاحمال وفكره راحه اللاعبين على الاقل اللي بيشاركوا في المباريات بشكل ولو بسيط عشان يقدروا يادوا بنفس المستوى. صحيح بالطبع يا احمد، بالطبع يا احمد، خاصه كمان ان احنا زي ما بنتكلم في معسكر مغلق، انت قاعد في مكان واحد ما بتخرجش منه غير التدريب وبترجع تاني، فاكيد اللاعبين بيبقوا محتاجين بعض القسط من الراحه وبعض التدريبات يعني الخفيفه او الترفيهيه. نكمل اخبارنا بقى وحكام مباراه ان شاء الله النادي الاهلي القادمه امام سياتل. أيوة، حكم انجليزي يدير لقاء الاهلي وسياتل في كاس العالم للانديه. يمكن لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلنت طاقم حكام إنجليزي لمباراة الأهلي إن شاء الله أمام سياتل بقيادة أنتوني تايلور، يمكن ده الحكم اللي هيبقى حكم ساحة وكمان معاه 2 معاونين إنجليز، أولهم هيكون يعني أول حكم جاري بايزيك وآدم نون، والحكم الصيني اللي أدار كمان يا محمد وأحمد مباراة الأهلي أمام أوكلاند سيتي هو هيكون الحكم الرابع بإذن الله، يعني أتمنى طبعا يعني بالطبع التوفيق للنادي الأهلي وكمان طاقم الحكام يكون موفق ونشوف مباراة. يمكن الحكم الدولي الصيني يا محمد دخل التاريخ وأنت وأحمد بأنه أول حكم
يعلن عن قراره فيما يخص تقنيه الفار للجماهير عبر التقنيه. يمكن ده كان حدث اول مره ويمكن الحكم ده دخل التاريخ بيه بالفعل. صحيح أكيد. واعتقد ده هتمثل نقله نوعيه القصه دي. يعني انا كنت مستني اشوف اي تدخل للفار على مدار المباراه عشان اشوف ازاي حكم الفار هيعلن عن تفاصيل القرار اللي خده سواء للجمهور اللي في الملعب او للجمهور اللي ورا شاشات التلفزيون. واعتقد ان القصه دي لو حصلت عندنا هنا في مصر ويجب ان تحدث، لان الفيفا لما بيعمل حاجه مفترض انه يتم تطبيقها في كل مكان أكيد. في العالم، هتفرق معانا بشكل كبير جدا. واتمنى بقى يعني اتمنى انها تمنع كتير من حالات الجدل واللغط والمشاكل اللي بقت اللي كنا متوقعين انه مع وجود تقنيه الفار انها تنتهي، لكن للاسف الشديد مع التطبيق او مع التجربه اثبتت انها زادت مش قلت. كانت في ملاحظه غريبه، يمكن الفيفا لما اعلن ان هيكون في تجربه لاذاعه المحادثه ما بين حكم الساحه وحكم الفي ار، المحادثه نفسها اللي ما بينهم ما اتذاعتش. هو عمل اختلاف في التجربه، يعني المحادثه فضلت ما بين حكم الساحه وحكم الفار. لا، هو تصريح انفانتينو كان بيقول انه لاول مره انه حكم الفار هيعلن للجمهور عن اسباب اتخاذه القرار ده، وبالتالي بعد يعني بعد ما حكم الفار يتناقش مع حكم الساحه هيتم اعلان ليه احنا قررنا ان دي ما تبقاش ضربه جزاء. اللي اعلن حكم الساحه، اللي اعلن حكم، انا ما اعرفش بصراحه اللي اعلن حكم الساحه ولا حكم الفار، لكن الصوت اللي كان مسموع كان متعلق مش بالمحادثه او المناقشه اللي تمت بينهم بالقرار، بقد ما هو القرار ليه تم اتخاذه بالشكل الفلاني بالظبط. وطالما هي تجربه فاكيد احنا في اطار التجربه كل شويه هيعدلوا فيها، في طالما هي في اطار التجربه خلال كاس العالم. المهم ان احنا ما نبوظش التجربه، المهم ان احنا نبوظ التجربه. وحكام انجليز يعني بلديات كلاتنبرج يا توفيق، اعتقد ان انتم مستنيين، وانا كمان مستني زيكم تطبيق التجربه في مصر، اعتقد انها تكون مثيره بالفعل، والحكام بيعلنوا يعني مبررات اختيارهم للقرار دوت او القرار دوت او من غيره، اعتقد هتبقى تجربه مثيره. انا عايز اقول لك كانوا بيمنتجوا كتير قوي في المحادثه عشان تتذاع، فلما تبقى على الهواء الله اعلم هتبقى شكلها ازاي. يعني بالتوفيق يا رب ان شاء الله. يعني اخبارنا الجايه بقى ناخدكم في ردود الافعال على مباراه النادي الاهلي الاولى، خاصه من الجانب النيوزيلندي. يمكن يعني الصحف النيوزيلنديه الاهلي حسم المباراه من الشوط الاول، يمكن يعني الصحف النيوزيلنديه سطرت ان سيطرت حاله من الحزن على عناوين الصحف هناك والمواقع النيوزيلنديه بعد الخساره القاسيه التي تلقاها اوكلاند سيتي بثلاثيه امام الاهلي في افتتاح مونديال الانديه في المغرب الشقيق. طبعا اوكلاند سيتي كان بيطمح للوصول الى مباراه الدور ربع النهائي، ونشرت الصحف هناك في نيوزيلندا والمواقع كمان ان اوكلاند ابتعد عن كاس العالم للانديه من اول عقبه بالهزيمه امام النادي الاهلي، وان الاهلي كمان نجح في الوصول لمرمى اوكلاند قبل نهايه الشوط الاولي قبل نهايه الشوط الاول من المباراه ليقضي على احلام الفريق الذي يلعب لاول مره في البطوله منذ عام 2017. مكملين مع ردود الافعال في نيوزيلندا وكابتن الفريق كاميرون هايسن لاعب اوكلاند، الاهلي استحق الفوز. يمكن اعترف كاميرون هايسون لقائد فريق اوكلاند سيتي ان الاهلي استحق الفوز ويستحق الكثير من الثناء للطريقه التي لعب بها في المواجهه التي انتهت الاحمر بثلاثيه دون رد في افتتاح مونديال الانديه. رغم ان فريقه قدم كل شيء، لكن جوده النادي الاهلي ظهرت في الشوط الاول وحسمت اللقاء بثلاثيه نظيفه. كملين مع اخبارنا ووصول باعثه سياتل الامريكي يصل الى طنجة اليوم الخميس. وصلت بالفعل بعثة سياتل الأمريكي اليوم الخميس إلى مطار ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لواجه بالطبع الأهلي في الدور ربع النهائي. ويعني عاوزين نقول أن تأهل الفريق الأمريكي إلى هذه المسابقة العالمية التي تنظم للمرة الثالثة في المغرب بعد تحقيقه لقب دور أبطال الكونكاكاف بالفوز على بوماس المكسيكي بثلاثة أهداف دون رد. ويعد ساوندرز هو اول فريق في الدوري الامريكي يلعب في كاس العالم للانديه. يمكن دي المعلومه يا احمد انت ومحمد اللي قلتوها يعني في الفقره الاولى، ان دي الاول مره يتم الانهاء على السيطره المكسيكيه الخالصه على اتحاد الكونكاكاف ويكون موجود معانا في كاس العالم للانديه فريق امريكي. ان شاء الله زي ما قلت يا احمد في المقدمه نعديه، ويبقى فاضل لنا بس ان احنا نعدي بطل اوروبا، وزي ما نقول نبقى سيطرنا على العالم كله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. طيب في قصتين عايزين نتكلم معاكم فيهم، غير طبعا الناحيه التحليليه الجزء الخاص بموعد اذاعه او بث مباراه الاهلي وسياتل ساوندرز اللي كان تم الاعلان عنها انها هتكون الساعه 7:30 هنا بتوقيتنا. ومن الوارد حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، يمكن حتى قبل الهوا كنا بنتناقش انا ومحمد في الجزئيه دي، انه تم تغيير ميعاد المباراه انها تبقى الساعه 7، ولكن هذا الامر غير مؤكد وهنحاول على مدار الحلقه اكيد ان احنا نحسمه لحضراتكم. الجزء الثاني الخاص بمشاركه كهرباء والقصة الخاصة طبعا بلجنة الانضباط اللي انعقدت النهاردة عشان تنظر في ملف كهرباء. خليني أقول لحضراتكم أنه ودي مش وجهة نظر، يعني دي معلومة، أنا تواصلت مع عدد كبير من يعني المعنيين بقصة اللوائح وإلى آخره، ومشاركة كهرباء واستمراره مع الأهلي في كأس العالم محسومة بنسبة 99% بصرف النظر
عن قرار لجنة الانضباط اللي هيتم الاستئناف عليه، وبالتالي هيتم تأجيل القصة. يعني في ناس بتبقى اختلفوا هنا بتقول لأغسطس، في ناس بتقول لنوفمبر، لكن في جميع الأحوال ده يؤكد أنه مشاركة كهربا مع الأهلي مستمرة بإذن الله، وهيكون تحت أمر مستر مارسيل كولر بإذن الله يا أحمد. إيه رأيك في الكعب بتاع كهربا؟ لا عالمي، حاجه تيكي تاكا كده، عالمي. عارف الكعب ده صعدك من 500,000 دولار لمليون دولار؟ صحيح. لا كعب بنص مليون، كعب بنص مليون دولار بالطبع. واي لاعب في النادي الاهلي اعتقد يساوي مليارات الدولارات، عشان جمهور النادي الاهلي اللي زي ما دايما بناكد نقول هو اعظم جمهور في الكون. اعتقد تجربه مختلفه ان اي لاعب ايا كان نجوميته انه يكون موجود في صفوف النادي الاهلي. مكملين اخبارنا ونروح بقى لفريق سياتل الامريكي، ولاعب سياتل الامريكي نعلم التحدي في مواجهه الاهلي. أكد راؤول رودياز مهاجم فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية الكونكاكاف على أهمية التركيز من أجل الفوز على الأهلي في مباراة الربع النهائي في مونديال الأندية. وأكد يعني رودياز، نعلم جيدا التحدي في مواجهة النادي الأهلي، لذلك نحن متحمسون للغاية رغم وجود ضغط كبير، ونتطلع لخوض مباراتنا الأولى في البطولة أمام النادي الأهلي. ختام بقى أخبارنا النهاردة في جولتنا الإخبارية بتخص بقى الوداد المغربي، ويمكن على لسان المدير الفني للفريق النفطي مدرب الوداد، عاملي الأرض والجمهور سيكونان في صالحنا في مواجهة الهلال. رهن التونسي مهدي النفطي مدرب الوداد المغربي على أن عاملي الأرض والجمهور سيكونان في صالح فريقه خلال المباراة المرتقبة أمام الهلال السعودي، وذلك في إطار مباريات ربع النهائي كأس العالم للأندية. وعقد النفطي على أن الهلال السعودي فريق كبير ويمتلك نجوم كبار يتمتعون بقدرات جيدة، كما يمتلك مجموعة من العناصر المحترفة عالية التميز مثل فيتو وماريجا وكويليرا وكاريو، ومشددا على أن مشاركة الوداد في مونديال الأندية بمثابة حلم بالنسبة له، وأن فريقه ليس الفريق المرشح للتتويج بالبطولة بالطبع، ولكن التحدي كبير خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة من العناصر مزيج ما بين الخبرة والشباب، ويأمل في تقديم مستوى جيد يليق بقدرات وسمعة الكرة المغربية. طبعا يمكن يعني نادي الوداد عليه مسؤولية كبيرة طبعا بصفته حامل يعني او منظم البطولة او البطولة على ارضه بالارض والجمهور طبعا، وكمان بعد النتائج الرائعة اللي اسعدتنا كلنا كعرب وخاصة كمصريين اللي اداها المنتخب المغربي في كأس العالم، فنتمنى طبعا بالطبع التوفيق للنادي الاهلي، ويا ريت يبقى نهائي افريقيا لاول مرة يحصل في كأس العالم الاندية، ويبقى النهائي بإذن الله ما بين الاهلي والوداد. دي كانت نهاية فقرتنا الإخبارية، دايما يا رب موفقين، ودايما يا رب قناة النادي الأهلي بتقدم تغطية متميزة تليق بجمهور النادي الأهلي اللي زي ما قلنا هو أعظم جمهور في الكون. الكلمة ليكم. بنشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، تابعنا معاه أخبار بعثتنا في النادي الأهلي وفي المغرب، وإن شاء الله بإذن الله يعني تغطيتنا للبعثة وأخبارها مستمرة، وهنحاول نروح معاكم في زيارة سريعة لمدينة طنجة نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات من خلال طبعا زمايلنا الموجودين هناك. وهيكون معنا كمان بعد الفصل اللي جاي فقرة تحليلية نتكلم فيها على الأداء الرائع اللي قدمه مستر مارسيل كولر ونجوم النادي الاهلي في مباراتهم الافتتاحيه في المونديالتو في مونديال الانديه مع آسر حسين ومحمود شاكر، طبعا ضيوفنا المحللين الفنيين ضيوفنا هيكونوا ضيوفنا في الاهلي في المونديال، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والتغطيه مستمره لكواليس بعثه فريق النادي الاهلي في المونديال، وبالتاكيد الاهلي في المونديال تغطيه مستمره على مدار الأيام الحالية بالتأكيد لمشاركة الأهلي في هذه البطولة وانطلاقة ومشاركة جيدة في البداية أمام أوكلاند سيتي. بالتأكيد هذه الفقرة فقرة تحليل مهمة جدا، لأن هنشوف إزاي الأهلي قدر يعني يخترق دفاعات فريق أوكلاند سيتي ويحرز 3 أهداف، ومن ثم تأهل إلى الدور التالي لمواجهة سياتل بطل أمريكا وبطل قارة الكونكاكاف. فهذه الفقرة بينورنا وبيشرفنا 2 من المحللين الشباب اللي بالتأكيد عندهم إضافات مهمة جدا في ناحية التحليل الرقمي للمباريات في الفترة الأخيرة. أبدأ في البداية برحب بالأستاذ آسر حسين. آسر منور الدنيا وأهلا بيك. ربنا يخليك أستاذ محمد، منور برنامجك ومبسوطني معاك ومع أستاذ أحمد مع محمود صديقي واخويا. اهلا بيك. اهلا بيك. كمان بينورنا الاستاذ محمود شاكر، احد برضو الافراد المهتمين جدا بناحيه التحليل الرقمي والمتابعه التحليليه للمباريات في الفتره الاخيره، ويمكن من الناس برضو اللي مع آسر بيقدم رؤيه رقميه مهمه جدا، وهيقدم لنا كمان مع آسر رؤيه رقميه لمباراه الاهلي واوكلاند سيتي واطلاله كمان مهمه جدا على فريق سياتل بطل امريكا. محمود اهلا بيك. اهلا بيك واهلا باحمد ومحمد، يعني انا مبسوط جدا ان انا معاكم بقالي كتير جدا ما طلعتش معاكم بقالي فتره كبيره، وسعيد طبعا معايا ياسر حبيبي، فسعيد جدا ومبروك للاهلي امبارح مباراه اكتر من رائعه. منورين الدنيا. الدوحه خدوا مننا شويه. منورين الدوحه صحيح.
منورين الدنيا ومبروك. اعتقد عرض مشرف للكره المصريه والعربيه بما انه محفل عالمي يعني وكل الدنيا بتبص. فاعتقد الاهلي الحقيقه قدم عرض اكتر من رائع. قبل ما اتكلم معاكم على اوكلاند سيتي وعلى سياتل ساوندرز، انا عايز اتكلم معاكم شويه على مارسيل كولر اجمالا. يعني الراجل خد شوط محترم، اعتقد انه بصماته، فكره، رؤيته بقت واضحه بالنسبه لكم بشكل كبير جدا. وبصرف النظر عن النتائج والارقام، يعني الاهلي طول عمره حتى وهو مش في احسن حالته بيكسب. احنا كجمهور اهلي متعودين على المكسب، لكن اللي دايما كنا بنبص عليه وكنا مستنينه من اي مدير فني ان احنا نشوف كره الاهلي اللي احنا متعودين طول عمرنا ان احنا نشوفها. الى اي مدى نجح مارسيل كولر انه يرجع للاهلي كورته الممتعه ويرضي جماهيره على المستوى الفني؟ هبتدي بمحمود. طبعا يلا. النادي الاهلي مع مارسيل كولر اصبح فريق شرس جدا 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 في تطبيق اسلوبه على اي فريق في اي بطوله ايا كانت. مارسيل كولر مدرب متميز جدا في ان هو حاول بشكل كبير ان هو يوصل لافضل طريقه لعب. السنه دي شفنا ابتدى في اول السنه 4-2-3-1، كان الاعتماد اكتر على وجود صانع العاب. كنا بنشوف ان هو بيدخل برونو سافيو، وكان برونو سافيو ساعات بيأدي الاداء ده باداء متفاوت، وبعد كده قام مدخل محمد مجدي قفشه. ولكن نقدر نقول لا ضلته في طريقه 4-3-3 اللي بيلعبها دايما واللي بيفضلها واللي خلاص بقت دلوقتي هي سمه النادي الاهلي، وهي الزياده العدديه بتاعت اللعيبه اللي في وسط الملعب، الثلاثه اللي في وسط الملعب والادوار اللي بتتغير، خصوصا واحد من افضل اللاعبين الاداء بتاعهم اكتر من رائع هو طبعا حمدي فتحي. مارسيل كولر طريقه 4-3-3 الزياده العدديه اللي هو بيلعب بيها هو بيغير طريقه هجوم النادي الاهلي لطريقتين. ممكن الطريقه الاولانيه ان لو حد حاول يلعب على النادي الاهلي ضغط عالي وطلع بالدفاع شويه لحد نص الملعب بنشوف مساحات كبيره جدا في ظهره، فاول ما النادي الاهلي بيخطف الكره بيلعب على طول الكره في السرعات في ظهر الدفاع لمحمد شريف. طب لو الفريق اللي بيلعب قدام النادي الاهلي كومباكت، النادي الاهلي بيرجع يعني النادي الاهلي بيبدا يضغط بكل اسلحته خصوصا ويبدا يلعب على الاطراف. ونشوف السويتشات والدبل باس اللي بيحصل دايما ما بين الباك رايت والوينج رايت على النادي الاهلي والباك ليفت والوينج ليفت على النادي الاهلي، سواء علي معلول واحمد عبد القادر، ونفس الكلام الناحيه الثانيه حسين الشحات ومحمد هاني. واكيد اشاده خاصه بمحمد هاني وحسين الشحات امبارح ادوا مباراه هايله. فالنادي الاهلي بيبقى عنده دايما اسلوبين متنوعين. الطريقه دي اللي بكلمك عليها هو دايما لما حد من الاثنين باكات بيطلعوا، واحد بينزل يسقط من لعيبه نص الملعب وخصوصا بيكون يا اليو ديانج يا حمدي فتحي يغطي ورا الباك. يعني لو علي معلول زاد بنشوف ان محمد هاني بيقف لورا، بيبقى ثلاثه فيهم عمق وهريها لك بالحالات دلوقتي. وفي نفس الوقت واحد من لعيبه نص الملعب بيبقى واقف سكريننج كان دستروير في الحته دي عشان يغطي ورا ظهر الباك اللي طالع، والباك الثاني بيبقى موجود. الحاله الثانيه اللي بنشوف عليها النادي الاهلي في حاله الهجوم ازاي، بنشوف الاثنين وينجات دايما بيخشوا هم لجوه الملعب ويسيب الاطراف للباكات عشان يقدروا يعملوا الزياده العاديه والاوفرات. وميزه من مميزات النادي الاهلي وميزه من مميزات مارسيل كولر السنه دي مع النادي الاهلي هي الزياده العدديه جوه ال 18. دايما بتشوف النادي الاهلي اي اوفر هيتعمل. طيب خليني اقف مع الحته دي، اسمع اسر في قصه انه دايما حاسين انه في فرق بين الاهلي في الشوط الثاني عن الاهلي في الشوط الاولاني، وخصوصا في المواجهات الكبيره. يعني دايما بنحس انه الجيم بيبقى مختلف شكله، رتمه، ايقاعه يعني في الشوط الاول، ويختلف تماما في الشوط الثاني. واغلب ماتشات الاهلي الكبيره في الشوط الثاني شفنا كوره، شفنا نتائج، شفنا سكور كبير جدا مع منافسين تقال. يعني تفسيرك لده ايه يا ياسر؟ الحقيقه يا احمد انت بتتكلم على، يعني هاخد من كلام محمود شويه، انه عمل معادله صعبه قوي في الكوره في انك تحقق النتائج مع انك تجرب اكتر من طريقه لعب لحد ما توصل للطريقه المثلى، وده اللي شفناه وترجم بشكل مثالي امام اوكلاند. التحول من ان انا هلعب من صانع لعب او لا، ان انا عايز ابني اكتر من منظومه تبقى دي القوام بتاعي اللي انا عايز اعمل بيه طريقه اللعب بتاعتي. ان لازم الاثنين اللي ورا يكون مساكين اثنين كويره زي متولي ومنعم. انا عايز الاثنين دول يلعبوا طبعا مع كامل الاهم طبعا، وعندي اكيد مدافعين قلب دفاع. انا اختلف معاك في الجزء دي، في الجزئيه دي، لانه حتى لما خالد ورامي لعبوها في ماتش الزمالك مثلا ما شفناش اي مشكله في دفاع النادي تماما دي. تماما وعمرها ما تعمل لك مشكله. وواحده كمان مرتبطه بفكره انه بصرف النظر عن اسماء اللعيبه كله بيأدي بنفس مفيش كلام. يعني الراجل موصل فكره بس امبارح كلامك مظبوط، لكن امبارح انت استفدت من اللي انت عايزه بالظبط، انك كان بيعمل انك منعم شويه فحد ثاني يشارك وكلهم كانوا بيشاركوا احسن من بعض. لكن حد يبني لك الهجمه من تحت، وابرز مثال طبعا يعني كده على السريع الكره اللي اتلعبت لطاهر اللي كان هيتحسب فيها ضربه جزاء. انت ضربت بلمسه واحده لما يكون عندك لعيب قادر يبني يعمل الكره الطويله من ورا بيبني الهجمه. لكن الحقيقه مارسيل كولر الاثبات على انه المعادله ما بين النتائج وما بين الاداء وتجريب اكتر من خطه وجرب اكتر من خطه لحد ما اوصل للطريقه المثلى. فكره كان محمود بيتكلم على فكره، احنا امبارح يعني عامه مع مارسيل كولر، بس التاكيد امبارح فكره فرض الشخصيه. انا رحت على اوكلاند وانا مذاكره وعارف انه هيلعب بدفاع كامل قدامي، هيرص اللعيبه تحت الكوره كلهم. فرض الشخصيه من الدقيقه الاولى
الناحيتين، يعني كنا شفنا ماتشات في الدوري قبل ما نروح كاس العالم، محمد هاني هو اللي عامل جبهه ناريه الناحيه اليمين ومريح معلول شويه في الجزء البدني، كولر بيحاول يريحه بدنيا شويه، فانت جبهه واحده او الملعب مميل ناحيه اليمين، لكن اوفرلاب ما بين الاثنين، اوفرلود ناحيه الاثنين، ناحيه اليمين ناحيه الشمال، الزياده بتاعت وسط الملعب، فكره الكولكتيف فوتبول يا احمد ان انت بتلعب كوره شامله بكل الخطوط. الشوط الاولاني رغم ان اتاخر الهدف ولحد ما حسين الشحات زي ما عملها في الدحيل عملها امام اوكلاندو كسر الديد لوك، انت لو بصيت على الكوره وهي جايه له الثمان لعيبه او التسع لعيبه حتى الفيرود ضامن لحد تحت نص الملعب كلهم تحت الكوره، الحل ايه؟ قذيفه من بره 18 تكسر التكتل ده، حتى بعد كده الاهداف الاهلي واجمله طبعا الهدف الثالث اللي كان فيه 20 لمسه اكيد هي تتويج لكره كولر، يعني اللمسه الاخيره بص بنقول ده انا ومحمد بص البصمه يعني الجون الثالث تتويج يعني بيوري الناس دي كره الاهلي اللي لعبها، هي دي الكره اللي احنا عايزينها طول الوقت الكره المعادله ما بين الكره الحلوه واللمسات وفتح الملعب التحرك من غير كره وعدم التقيد بالمراكز ويعني واللمسه الحلوه من كهربا والفينش الحلو من تاو، جون عالمي بصراحه. متشوق اشوف بقى الحالات اللي عايزين يتكلموا عليها، لان وانا عايز اتكلم على الحالات عايز الاول اعرف هل تحرك حسين الشحات من الناحيه اليمنى للناحيه اليسرى ويستلم الكوره ويشوط كوباك حسين شاط من الناحيه الشمال واستلم من ناحيه شمال مش من الاتجاه بتاعه، فبقى نبدا مع بعض الحالات ونشوف بقى الحالات لو نشوف الحاله الرابعه في الكنترول، الحاله الرابعه بتاعه الهدف بتاعه النادي الاهلي. احنا كنا اتكلمنا بنقول نبدا اول حاله اللي هي الحاله رقم 4 اللي هي فيها الهدف، عشان اشرح لك الهدف احنا كنا بنقول النادي الاهلي دايما لما بيزيد زياده عدديه وبيلعب بريسك كبير جدا ان هو بيلعب بضغط عالي دايما بنشوف ده الهدف معلول ده معلول لا ده مش لا الهدف. ده مش الهدف الهدف دي الحاله الرابعه. نبدا اول حاجه نبدا بالترتيب انا عاوز اكلمك على طريقه لعب النادي الاهلي وطريقه وقوف لعيبه نص الملعب في تغطيه ظاهرين الجنب. نرجع اول بقى صوره معلش نرجع اول صوره هي بالظبط ده الجون ده الجون بالظبط. عاوز اكلمك على الجون بتاع النادي الاهلي اللي كنا بنتكلم عنه ازاي حسين الشحات بقى موجود في المكان ده. قلنا الطريقه المثلى لمارسيل كولر عشان عارف ان المنافسين بيذاكروه كويس جدا جدا جدا، هو دايما بيعمل عنصر مفاجاه. عنصر المفاجاه بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اللامركزيه بتاعه اللعيبه والسويتشات بتحصل بين اللعيبه، يعني ممكن الجناح تلاقيه بيلعب مكان نص الملعب ونص الملعب هو اللي بيزيد مكان الجناح. نجيب الهدف معلش لو نجيب الهدف لسه كنت جايب الصوره ايوه ماشي دي طريقه طيب دي طريقه لعب النادي الاهلي. هنا شايفين اللي معاك كوره احمد عبد القادر، مين اللي بيفتح هنا؟ علي معلول. فين هنا عندي عمرو السوليه. اول ما عمرو السوليه لحظه اول ما عمرو السوليه شاف ان علي معلول زاد عمرو السوليه وقف على طول علشان يغطي في ظهر عمرو السوليه علي معلول. مش هتلاقي في الكادر خالص محمد هاني، محمد هاني ورا خالص مع محمد عبد المنعم ومع محمود متولي عشان العمق الدفاعي عشان المرتدات. نكمل بالكوره هنا لعب معاه الدوري باص. نكمل الصوره اللي بعدها علي معلول هنا بيرفع الاوفر. نكمل برده الصوره اللي بعدها ونقف عندها بشكل كبير. عاوز اوريك هنا بص كام لعيب دايما جوه ال 18 عند النادي الاهلي، الزياده العدديه اللي دايما النادي الاهلي بيعملها، محمد شريف اللي معمول عليه السهم اللي جاي له الكوره وراه حمدي فتحي، حسين الشحات دايما الوينج المقابل للعب الكوره العرضيه بيبقى دايما جوه ال 18 وشايفين برده احمد عبد القادر. طب الكوره لو اتردت سكند بول هتلاقي مين واقف هنا بيشوط؟ يا عمرو السوليه يا اليو ديانج، واحد منهم بس هو اللي بيكون مقرب والتاني هو اللي عامل سكريننج عشان ظهر علي معلول وعشان خاطر نص الملعب. دي لو جبنا حاله من نروح للحاله اللي بعدها ده هنا برضو ده برضو النادي الاهلي هنا زي ما بقول لك لو حد فكر يضغط على النادي الاهلي ضغط عالي. شايفين هنا لعيبه اوكلاند سيتي النادي الاهلي بيحاول يحضر من تحت ضاغطين ضغط عالي على اليو ديانج. نمشي الكوره نشوف هنا اليو ديانج هيلعب الكوره لمحمود متولي بس مش ظاهر في الكادر. الصوره اللي بعدها محمود متولي بينقل الملعب عند هاني بالظبط هينقل الملعب عند هاني واللعب هيتحول بطريقه ثانيه خالص. نكمل الصور برضو بالظبط هنا محمد هاني بيبدا يزيد. عاوز اوريك فين علي معلول اهو. نكمل الصوره عاوز اكلمك بقى بس نقف هنا لحظه. انا كنت بكلمك بقول لك ان النادي الاهلي لو حد فكر ان هو يلعبه ضغط عالي النادي الاهلي هيضربه بالكور اللي في ظهر الدفاع. الكره اتلعبت لونج باس المساحه الفاضيه اللي موجوده نروح للفريم اللي بعده هتلاقي ان محمد هاني لعب على طول الكوره لمحمد شريف وكانت شبه انفراد بالظبط كده. الحاله دي اتكررت قد ايه؟ اتكررت ثلاث مرات في المباراه في الشوط الاولاني بس. وبيتهيالي كمان محمود في واحده شبهها بالظبط يعني اللي اتلعبت من هاني لشريف موجوده معانا بس برضو. في واحده من معلول لشريف وما كانتش اوف سايد بالظبط كده. نكمل الفريم الفريم بتاع الحالات وزي ما بقول لك كانت شبه انفراد لمحمد شريف ولكن بتضيع. الحاله اللي بعدها سريعا ماشي خلاص. طيب نجيب حاله الهدف سريعا عشان عاوز اشعرك الحاله الرابعه اللي هي فيها الهدف اللي هي في الدقيقه 45 الحاله الرابعه الاخيره هي بالظبط هنا. عاوزك بقى نقف هنا ونقف كتير جدا دلوقتي. حسين الشحات معاه الكوره
حسين الشحات مفروض بيلعب فين؟ مش بيلعب وينج رايت. مين موجود عندي هنا وينج رايت؟ عمرو السوليه. السوليه اللخبطه دي عملت اوف بوزيشن لكل الناس اللي واقفه، علشان خاطر انت عاوزك تشوف احمد عبد القادر واخد الوينج اللي راجع يدافع بتاع اوكلاند سيتي وداخل جوه عشان يسيب المساحه لحسين الشحات يسدد. نكمل بالفريم بصوره، حسين الشحات بيشوط برضه. بص على الزياده العدديه اللي موجوده للنادي الاهلي داخل ال 18 اربع لاعبين سكند بول، الكره ترد من حارس المرمى. مين اللي موجود هنا عندنا؟ عمرو السوليه. نجيب بقى الصوره اللي بعدها جايبها من الزاويه العكسيه، طبعا هدف رائع اكتر من رائع لحسين الشحات. هنا بقى عاوز ابص لك، بص بقى مين زايد هنا على الشمال عندي في اخر الكادر على الشمال. علي معلول. علي ديانج فين؟ بيأمن. علي ديانج بيأمن عليه. ماشي، لو نكمل بالصوره اللي بعدها هوريك مفاجاه تانية خالص. بص عبد المنعم، بص بقى محمد هاني فين؟ محمد هاني واقف مع محمود متولي ومع محمد عبد المنعم عشان عاملين العمق الدفاعي ورا، واليو ديانج بيبقى واقف ورا الباك اللي بيزيد. يعني لو يعني الاربعه هنا بقوا هاني ومتولي ومنعم وديانج بس ديانج قدامهم، كانوا بيلعبوا 3 1 4 2. فعاوز اقول لك ان محمد هاني لو هو اللي زايد هتلاقي ان اليو ديانج مش موجود هنا، موجود مكان محمد هاني، وهتلاقي علي معلول هو اللي رجع بالظبط كده. نشوف برضو يعني برضو نكمل بالفريم، هتلاقي برضو عمرو السوليه اللي عليه الدايره هنا هو الوينج رايت، هو بقى الوينج رايت بتاع فيدي. في نقطه ثانيه كمان، انت لو تاخد بالك حمدي فتحي داخل مهاجم ثاني جنب محمد شريف. حمدي فتحي بيعمل كل حاجه في الكوره. حمدي فتحي امبارح والله في كوره طلعها من جوه ال 18، عمل تاكلينج. احنا لو بس في خلاص لو اسر معاه الحالات طلعت حمدي فتحي. فبقول لك النادي الاهلي دايما عنده مين نجم المباراه امبارح محمود؟ نجم المباراه امبارح حمدي فتحي. مين؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي قطعا بلا منازع. حمدي فتحي لعيب بيسهل لك امور كتيره جدا وبيديك حلول كتيره جدا وبيخلي عندك مرونه، مع ان حمدي فتحي كان يعني كان محاصرينه في ادوار الشر، اللي هو الراجل اللي هو ديستروير يكسر نص الملعب، قوي جدا 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 دفاعيا، قوي جدا تاكلينج بالظبط كده. هو خلاه من لعيب محصور في ادوار الشر الى لعيب مفتاح. انا عارف انه كولر تطور تطوير يعني تطوير اداء اللعيب بالظبط. صح فكره تطوير اداء اللعيبه. انا شايف كولر ابتدى يظهر امكانيات عدد من اللاعبين ما كانتش موجوده في فتره سابقه. يعني كلامك صح جدا، والاثبات حتى ممكن بالحالات ان تعالى شوف مستوى محمد هاني والادوار التكتيكيه. احنا كنا في السنين اللي فاتت بنقول ان محمد ان علي معلول هو اهم مفتاح لعب الاهلي من ساعه التعاقد معاه. دلوقتي بقى عندك اكتر من مفتاح لعب. دي بدايه الهجمه اول خمسه، الكره طالعة من تحت عادي خالص، بنبدا تحضير بالراحه خالص. بص هم مشكلين عليك اللود كله في وسط الملعب ضاغطين، باين قوي الثنائي بتاع النادي الاهلي ديانج وسوليه زي ما كان محمود بيقول، هم اللي كاشفين سكاننج، وحمدي طاير قدام مش معاهم. اللقطه اللي بعدها هنا اتلعبت لمعلول، الشريف قاطع مع جاري برده ناحيه ثانيه احمد عبد القادر. اللقطه اللي بعدها بص على خط واحد دايما، انت عايز تكسر مين اللاعب اللي مقرب الكره اتلعبت عرضيه من معلول؟ مين اللاعب اللي جوه البوكس ثاني؟ احنا كام واحد جوه البوكس؟ بين اربعه. عبد القادر هنا يعني الكره طلعت منه خلاص بره لما اتردت من الدفاع. اللاعب الرابع جوه البوكس مين؟ ده اللي بيجري حمدي فتحي. اللقطه اللي بعدها هنا ضاغط اهو زي ما كان برده محمود بيقول في البدايه، احنا اهو 4 3 3 ساعات بتتحول 3 4. ديانج ادي المربع بتاع النادي الاهلي، ديانج والسوليه دايما تحت الكوره، اللي زايد كانه صانع لعب او مهاجم ثالث حمدي فتحي. حمدي فتحي هنا بيقفل زاويه التمرير على لاعب اوكلاند عشان يمنعه من بدايه الهجمه، وفي نفس الوقت شريف مهاجم صريح ومستنيه حمدي فتحي لعله عسى كره تقطع ويروح. فدايما هو اللي عمل الدور ده، دايما عمل لك الزياده العدديه. ده يعني جزء من بصمات كولر بقى في اداء حمدي فتحي واستخدامه كمفتاح لعب اساسي. اللقطه اللي بعدها نفس القصه، بص اللي على خط واحد، خط الدفاع الثاني، خط الدفاع الثاني عند اوكلاند، وبص احنا عندنا انا شايف هنا عبد القادر هو اللي راجع ورا عبد القادر بيغطي وحمدي فتحي هو اللي عشان معلول ورا، عبد القادر بيغطي الناحيه دي عشان ما يطلعش الوينج بيمنعه، وهنا حمدي فتحي قافل فين؟ شريف اول واحد خالص، اول واحد في الكتيبه بتاعتك في الهجوم، سوليه وديانج على خط واحد. مين اللعيب اللي ضامن تحت هنا؟ طبعا حمدي فتحي قافل على الوينج. مين اللعيب اللي ضامن تحت عشان نقول لك اللا مركزيه؟ تحسين الشحات. تحسين الشحات. خش اللقطه اللي بعدها نفس القصه، هنا اتقلب الدايموند ان انا عايز باي شكل اضغط وافركش التمركز بتاع لعيبه اوكلاند وافك التكتلات الدفاعيه وافك الديد لوك. هنا حسين الشحات مقرب ومعاه محمد هاني نفس الكلام، بص لعيبه على خط واحد. هنا حمدي فتحي واقف فين؟ اللي عليه الدايره اللي في النص ده عايز يقفل زاويه التمرير. حمدي فتحي في الثلث الاخير ها ادي 1 2 3، مين الثلاث مهاجمين كده محمد؟ بص ادي عندك فتحي، عندك شريف وحسين ضاغط، والثالث حمدي فتحي في الثلث الاخير بتاع اوكلاند. طيب الكره هتتلعب، هيضربونا في ظهرنا في فريق اوكلاند، هيعمل 1 2 وهتضرب في المساحه الخاليه دي كلها.
مشي الفريم اللي بعده. بص الثلاثة اللي كنت لسه. بص الثلاثة على خط واحد قلب 3 4 3 متولي بيحاول يقابل. مين اللقطة اللي بعدها؟ مين اللي هيرجع هنا يجبر اللاعب انه يلعب باص سيء جدا وتطلع بره ويهاجم على النادي الاهلي؟ حمدي فتحي رجع من الثلث الاخير. فبالتالي الادوار الهجوميه كمان هو لسه بيلعب الدور رقم 6 او الدستروير، بس في نفس الوقت هو بيعمل مجهود بدني جبار. اللقطه اللي بعدها برده على حمدي فتحي نفس القصه، في كام واحد في البوكس، الكره مع معلول لسه التحضير عايز يعمل اوفر لود ناحيه الشمال. بص حمدي فتحي فين، مين اللي جوه البوكس؟ الاربعه بتوعك حمدي وشريف والسلايه، شريف بطبيعه الحال، حسين الشحات الوينجر، السلايه وحمدي فتحي. وحمدي فتحي دايما فوق، في اربعه جوه البوكس في كل كوره. ده كل ده قبل ما تضغط على الفرقه وتجيب الجون. نخش على اللقطه اللي بعدها. هنا بقى على الورق هي دي مرونه كولر والذكاء. اسهل حاجه اني اجي اقول لك انا بلعب 4 2 3 1 انا بلعب 4 3 3 فلات. على الورق الاهلي كان بيلعب 4 3 النهارده في الحاله دي 3 4 3. بص هاني فين، هاني زايد على خط واحد مع لعيبه وسط الملعب، فبقى 3 4 والثلاثه بتوع الاهلي ضاغطين عشان يقدر يخلخل او يعمل هاي بريشر او الهاي لاين. طيب او الهايبر بريشر على فريق اوكلاند. خلينا نقف عند الحاله دي مع انا هسميه محمود متولي لانه هو مندمج وبيشرح الحالات جدا. حسيت ان محمود متولي هو اللي قاعد قدامي مش قاسم. حد قال لك قبل كده ان فيك شبه كبير من محمود متولي؟ حسيت كده، خدت لقطه. طيب خلينا نروح للمغرب ونطمن على اخبار النادي الاهلي واليوم قبل الاخير. هنتكلم على 48 ساعه طبعا اخيره قبل مواجهه سياتل ساوندرز ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد هناك يقول لنا اخر اخبار واستعدادات النادي الاهلي النهارده في طنطا. كل التحية لك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية للزميل العزيز أيضا أحمد سمير، والتحية والشكر موصلين لجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. يعني زي ما بنقول طبعا باركنا للعيب النادي الأهلي والجهاز الفني والجمهور طبعا على الأداء المميز والمباراة الماضية والانطلاق الأكثر من رائع الحقيقة لفريق النادي الأهلي أداء ونتيجة. لكن زي ما الكل عارف يعني تبدأ الانطلاقة كأس العالم للأندية من المباراة القادمة. النادي الأهلي الحقيقة لم يشارك في المباراة التمهيدية أو الدور التمهيدي من فترة طويلة جدا، عشان كده خلاص نبدأ نقول بقى المباراة القادمة بمشيئة الله هتكون تحدي جديد وهتكون هي الانطلاقة إن شاء الله. فيا رب المجهود الكبير والتحضيرات الكبيرة جدا والجدية والإصرار الكبير الحقيقة اللي عارفينه عن فريق النادي الأهلي ولاعيب النادي الأهلي يستمر معاهم حتى آخر نقطة في هذه البطولة، الحلم الكبير كالعادة لكل جمهور النادي الأهلي. نطمن بقى كل جمهورنا عن اليوم النهاردة. طبعا إحنا خلاص في ختام اليوم، لكن يوم كان صباحا بادئ بتدريب صباحي طبعا على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة، ملعب مميز جدا الحقيقة. وزي ما أكدنا محمد وزميلي أحمد طبعا يعني من الأشياء الإيجابية جدا والشيء الرائع ان احنا متواجدين هنا في طنجة، مش هنرجع تاني تطوان لان ده امر كان صعب جدا جدا مرهق على لعيب النادي الاهلي وعلى البعثة بالكامل. فبالتأكيد يعني دخول الكابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة الكابتن سيد عبد الحفيظ لتوفير بعض هذه الامور والترتيب ايضا كمان مع الفيفا، فكان امر مهم جدا ان انت تكون متواجد في فندق اقامة مميز، فندق اقامة هادي بشكل كبير، ملعب قريب من فندق الاقامة ب 15 دقيقة. فالامور دي الحقيقة يعني بتقلل شوية بعض المجهود على لعيب النادي الاهلي على ان تكون بقى الجرعات التدريبية كاملة يستفيد بيها لاعبي النادي الاهلي بشكل كبير. جديه كالعاده واصرار كبير من اول يوم، يا رب يستمر مع فريق النادي الاهلي لاخر نقطه في هذه البطوله. تحضيرات اكثر من رائعه بناملها من مستر كولر الحقيقه، اللي يمكن ادى اداء فني رائع جدا من خارج الخطوط في المباراه الماضيه، قراءه فنيه تابع بشكل كبير جدا كل نقاط القوه والثغرات بالنسبه لفريق اوكلاند سيتي. فبمشيئه الله ان شاء الله المباراه القادمه كل الدعم طبعا لفريق النادي الاهلي ولاعبيه والجهاز الفني على ان يكونوا الكل على قلب رجل واحد. قلنا محمد واكدنا اللي هيكون متواجد زي اللي مش هيكون متواجد زي اللي هيكون خارج بره القائمه تماما، كل كان على قلب رجل واحد، الكل كان عنده اصرار كبير جدا. النجم هو للنادي الاهلي والهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. نادي الاهلي مستمر في تدريباته غدا بمشيئه الله 12 ظهرا بتوقيت المغرب على الملعب الفرعي ايضا باستاد ابن بطوطه اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي في مباراه طبعا يوم السبت مشيئه الله. هناكد على الميعاد لان الميعاد 6:30 بتوقيت المغرب 7:30 بتوقيت القاهره. بعض يمكن الناس ممكن تتحير شويه في الميعاد، لكن هنأكد هذا الامر مره ثانيه ان شاء الله بمشيئه الله. موعد المباراه القادمه لفريق النادي الاهلي 6:30 بتوقيت طنجه 7:30 بتوقيت القاهره. كل الترتيبات ماشيه بشكل طيب جدا حتى هذه اللحظه. بنتمنى ان شاء الله باذن الله غدا تكون جرعه تدريبيه قويه، لان خلاص يمكن بكره هيكون التدريب الرئيسي والاخير لفريق النادي الاهلي. ده امر مهم جدا. وسائل الاعلام هتكون متواجده 15 دقيقه هتكون كالعاده طبعا لفريق النادي الاهلي وكل طبعا وسائل الاعلام. فيا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله كل التحضيرات وكل الترتيبات وكل الامور الخاصه بالجهاز الفني تكون من نصيب النادي الاهلي. الجديه موجوده، التحضيرات، كل الاجتماعات الخاصه باللاعبين تكون على قدم وساق. محتاجين هذه المباراه، محتاجين الانطلاقه من جديد. فيا رب ان شاء الله باذن الله الجمهور الاشقاء المغاربه جمهور النادي الاهلي
شفنا الرساله الكبيره جدا والمباراه الافتتاحيه الحقيقه، واشدنا بالجمهور المغربي اللي كان بيشجع النادي الاهلي من قلبه. يعني في اهلاويه مغاربه هنا كتير جدا جدا ادوا يعني اداء رائع وانطلاقه كانت جيده ومباراه افتتاحيه اكثر من رائعه، بجانب طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان متواجد. قله العدد مش مهم، لكن وصلوا رسالتهم، لافتاتهم كانت مهمه جدا، حيوا اللعيبه وازورهم بشكل كبير. فبمشيئه الله ان شاء الله يستمر النادي الاهلي غدا في تدريباته على ان يكون يوم السبت بمشيئه الله ان شاء الله موعد النادي الاهلي، كل اللعيبه تكون في يومها، ويا رب ان شاء الله تكون فرحه كبيره جدا زي ما فرحنا في المباراه الماضيه ومصر كلها كانت فرحه. يوم السبت ان شاء الله بمشيئه الله تكون فرحه كبيره جدا ولكل حدث حديث عقب انتهاء هذه المباراه. شكرا طبعا الزميل العزيز كريم احمد، دي اخبار فرقتنا ونجومنا في المغرب. وان شاء الله باذن الله احنا عندنا مواجهتين ضرب نار، يعني طبعا اللي يهمنا فيهم الاهلي وسياتل، لكن ما تنسوش انه الهلال والوداد مباراه ملعار تقيل، يعني مباراه هتكون بين فرقتين تقال جدا، وظروف المباراه والمواجهه وطبعا والدوافع فكره التاهل للدور قبل النهائي مواجهه فلامينجو اقل طبعا فلامينجو من الريال شويه، تدي امل للفريق اللي هيفوز انه ممكن عنده احتماليه وعنده امكانيه ان هو يوصل مباراه نهائيه. الهلال في الوداد سريعا جدا، مين يكسب اسر؟ لا مباراه صعبه، الهلال فريق مدجج بالنجوم زي ما كنا انا وحوده بنقول من شويه، حتى الماركت فاليو بتاعه القيمه التسويقيه عاليه، لكن اداؤه الفتره الاخيره سيء جدا اخرها الخروج من الكاس، فبالتالي مباراه يعني لسه يعني انت رايك مين كفته مين هخلص؟ الوداد برضو عنده تغير من بعد طبعا الوداد ما بعد الركراكي قصه ثانيه خالص. اعتقد الوداد على المستوى الاخير لمستوى الفرقتين هو الاقرب يعني ككوره اكتر. محمود على ارض الملعب اي فريق بيلعب في المغرب مغربي كفته 60 70% عن اي فريق بيلعب، قوه جماهيريه مش طبيعيه. فاعتقد بالك كمان في الرباط مش في كذا، حتى ولو انت هتشوف الاستاد يعني ما شاء الله ده الاهلي امبارح بيلعب الاستاد كان كله ومكسرين الدنيا الجماهير وبتاع، فانت متخيل بقى الوداد هيلعب عامل ازاي، وبعدين هم مستنيين كاس العالم وعندهم في ارضهم. فبس الوداد مش مهرب افضل حياته زي ما ياسر قال، ولا الهلال ولكن الهلال ولا الريال ولا الريال مستني الريال انا، ولكن بس الهلال معاه مدرب محنك جدا 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 طبعا طبعا لا رامون دياز الهلال مدرب مدرب كبير جدا جدا، فهتبقى معركه بشوفه، هيبقى ماتش ضرب نار يوم يوم السبت، هتبقى معركه فعلا يعني. طيب نروح بقى لسياتل، عايزين نعرف الفريق اللي هنواجهه يوم السبت. في كلام بقى ان هو خلاص خلص الدوري مريح بيبدا فتره اعداد، هل غير في اللعيبه؟ هل جاب صفقات ثانيه؟ في لعيبه اجانب كتير موجودين في الفريق. طيب يعني نظره عامه كده نظره عامه كده محمد على عين على المنافس، اوكي؟ كسر اكتر من رقم اصلا بانه بيلعب كاس العالم انديه معانا. يعني الفريق ده احنا متعودين اللي بيجي طيما من بطل كونكا كاف فريق مكسيكي، شفنا مونتيري وشفنا باتشيكو وشفنا فرق كتير جدا من المكسيك. المره دي السنه اللي فاتت في تحديدا في ابريل لعب مع بوماس في النهائي المكسيكي وكسب 3-0 اكتسحه، وكانت من افضل المرات اللي ظهر فيها فريق سياتل ساندرز. الفكره انه اول فريق كمان من الام ال اس او الميجر سوكر ليج او دوري النخبه الامريكيه يتاهل لكاس العالم للانديه، فاكثر من رقم بيكسره، واول فريق امريكي، فبالتالي عنده دوافع كبيره جدا. الفريق يبان في الشكل العام او في المطلق انه حاجه بالنسبه لنا مبهمه او مش واضحه وكده، لكن حتى احنا معانا تشكيلتي الفكره انه ممكن تلعب فريق بيلعب نفس طريقتك، لكن في فروق شويه في طريقه الكوره. الكره الامريكيه بالذات الفرق اللي بتبقى عندها لعيبه كتيره من ده، هو بيلعب 4-2-3-1 تقريبا زينا، دي كانت اخر مباراه يعني دي المباراه دي كسبها وديه، لعب وديتين هو بقاله اربع مباريات على 13 محترف، مظبوط على 13 محترف دي الطريقه اللي بيلعب بيها على طول. الاختلاف الوحيد انه لعب ماتش في الدوري، اخر ماتش في الدوري مع سان خوسيه لعب ب 3-4-2-1 غيرها مره. ترتيبه في الدوري مفنش كام؟ 11 هم بيتقسموا المجموعتين، هو كان ترتيبه 11 عكس السنه اللي فاتت اللي كان فيها طبعا متالق جدا في كونكا كاف وصل النهائي. بس بعد ما خلص ترتيب ال 11 هل جاب صفقات ممكن تكون غير اللعيبه كانت في الدوري في ختام الدوري؟ طبعا، وابرزهم يعني او من اللعيبه اللي بقى لها معاهم شويه كويسين. احنا معلش احنا شفنا تشكيلتين دي 3-4-1-2 دي الثلاثه اللي لعب بيها امام اخر مباراه رسميه زي ما محمود كان بيقول، هو لعب وديتين اخر ماتشين لعبهم، لكن دي اخر مباراه رسميه كانت مع سان خوسيه. بس ما فيهاش كتير من العناصر الاساسيه. بس استخدم فيها طريقه غير اللي احنا هنشوفها، احنا يعني هنشوف 4-2-3-1 يعني فراي وراؤول رويدياز. راؤول رويدياز هو هداف الفريق 9 اهداف في 13 ماتش، محمد علي اكتر واحد في سرعاته ولد المهاجم البيروبي حتى 9 يعني دي حتى كمان اهو الناس تبقى شايفه سنه وطوله رغم انه كبير في السن لكن مهاري تمركزاته عيله بيفنش براسه وبرجليه الاثنين سريع سريع جدا، هو طوله كمان مش طويل مش طويل لا بس فرود طول الفرود 169 هو يعني
يعني الافريج بتاع الفرود الكويس سنه 32 سنه متمارس جدا يقول لك هو هداف الفرقه جايب 9 اهداف. الفكره في انه بيروفي هو صح؟ بيروفي هدف من بيرو. الفكره انه كمان الدوافع هتكون انه اول مره لعبوا كاس عالم امام نادي الاهلي عكس اوكلاند ما عندكش اي تاريخ مواجهات. يمكن احنا اوكلاند في ال 11 مره اللي لعبهم 8 مرات بيطلع من الدور الاول او الدور التمهيدي. المره الوحيده اللي تم استثناء الفريق ولعب ما يسمى بربع النهائي لما لعبوا الدوري 2006 خسر قدام الاهلي وخرج بنتيجه 2-0 طبعا فلافيو ابو تريكا. كمان المرتين اللي اتاهل فيهم كان على حساب الجزيره والمغرب تطواني. فبالتالي عكس ما فيش تاريخ مواجهات لاول مره. بعتقد المباراه دي اصعب مش بس عشان ربع النهائي وعشان اللعيبه عندها دوافع وطبعا بنمني نفسنا كجمهور نادي الاهلي ان احنا نلعب امام الريال في نصف النهائي. وشايفين انا حتى كنا بنتكلم لسه قبل الهوا حوده انه القرعه في الكفه الثانيه احنا المره دي في الناحيه الثانيه في المواجهه الثانيه فعندنا الفرص اكبر. اتمنى طبعا الاهلي انا متاكد ان كولر بدا يذاكر اخر ماتشات ما كانش هيبقى عنده سهوله قوي في انه يتابع الفريق زي اوكلاند اللي انت كان سهل جدا تجيب ماتشاته. القصه هنا شويه غامضه لكن في المجمل الفريق قدم السنه اللي فاتت واحده من افضل النسخ ليه كممثل عن الكره الامريكيه كممثل عن الميجر سوكر ليج او الام ال اس. السنه دي مش افضل نسخه ليه بيواجه نادي الاهلي اعتقد كان مريح اكتر نادي الاهلي عنده عامل البدني. خليني اقف مع جزئيه الناحيه النفسيه والمعنويه. يعني اللعيبه دي نفس الجيل ده اللي لعب بطولتين كاس عالم يا محمود واحده فيهم واجه فيها بطل امريكا الجنوبيه بالميراس وقدر ان هو يكسبه وياخد ميداليه برونزيه غاليه جدا والنسخه الثانيه لعب من غير نص سكواد يعني نص سكواد الاساسي كان مع المنتخب وقابل برضه بطل كونكاكاف كان مونتري ساعتها المكسيكي وقدر برضه يتجاوزه. بتهيألي الجزئيه دي تعمل فارق من الناحيه المعنويه والنفسيه قبل مواجهه سياتل ساوندرز. انا شايف يعني زي مباراه اوكلاند سيتي انا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله كفته ارجح بكتير بسبب عوامل كتيره جدا. خبره لاعبي النادي الاهلي انت ما تلعب 3 سنين ورا بعض كاس عالم الانديه بتفرق معاك بشكل كبير جدا نفسيا وبتفرق معاك جدا ذهنيا وفي ارض الملعب. امبارح شفنا في مباراه النادي الاهلي واوكلاند النادي الاهلي كان شرس جدا في حاله تركيز في ال 11 لعيب ودي برضه اكيد تحسب لمارسيل كولر ولكن الخبرات اللي بقت موجوده عند لعيبه النادي الاهلي متمرسين على الـ على الـ على الـ الاحداث اللي زي دي. لعيبه سياتل ساندرز ممكن يكونوا لعيبه كويسين عنده 13 محترف اهم مصادر الخطوره في سياتل ساندرز هو زي ما قلنا هو احنا للاسف احنا مش عارفين نتفرج عليهم قوي وهم بقالهم فتره واقفين ولكن انت لو ترجع على ارقامهم سريعا هتلاقي ان هم السنه اللي فاتت خلصوا ال 11 في الدوري. هو الدوري هناك عندهم مقسوم مجموعتين. ما كانش موجود خالص ولا حتى اتاهل في بلاي اوف اللي هو اللي هو دور ال 16 اللي بيتاهل منه احسن 14 فرقه والاول بيبقوا باي فبيبقوا 16 فريق حتى ما تاهلش لدي. وهو كان تقدر تقول عامل كده يعني حاجه غريبه في السنه اللي قبلها لما خد البطوله وكانت اول مره ان فرقه من بره المكسيك تاخد الكونكاكاف. فعشان كده دايما اقول لك النادي الاهلي كفته هتبقى ارجح ولكن لو نبص على الماركت فاليو القيمه التسويقيه لسياتل ساندرز هتلاقيه 49 مليون يورو. لعيبه من 4 لعيبه من البرازيل لاعب من بيرو لاعب من سويسرا لاعب من اثنين من كولومبيا اعتقد لاعب من اليونان لاعب من اوكرانيا اعتقد عندهم وعندهم لعيبه مفتوح في اربع كاميرون خمس لعيبه في منتخبات الشباب باك شمال كاميروني اعتقد دولي لاعب بالظبط. فبقول لك الماركت فاليو ممكن يكون اكبر من النادي الاهلي. النادي الاهلي الماركت فاليو بتاعه 29 مليون يورو هم 49 مليون فرق كبير ولكن ثقة النادي الاهلي في مباراة يوم السبت هتفرق بشكل كبير جدا. انت بقيت متمرس. انا بالنسبة لي اروح العب كاس عالم اندية الموضوع ده بالنسبة لي بسيط. لعيبة النادي الاهلي بتروح منتخبات ما بتتأثرش خالص بكل المواقف دي. عندنا دفعة تانية يا حودة يمكن لعبنا كل مرة الصدفة حطتنا نلعب بطل قارة جديدة. لما لعبنا بطل امريكا الجنوبيه غلبنا. لما السنه اللي فاتت حطينا في مباراه التحديد البرونزيه حوده مع شقيقنا الهلال السعودي كسبنا بطل اسيا. المره دي انت بادئ كاسب بطل اوكيانوسيا عندك فرصه انك تكسب بطل امريكا الشماليه للمره الثانيه. فبالتالي كل مره بيبقى قدام النادي الاهلي يكتب رقم جديد. بطل ما كسبناهوش الا بطل اوروبا. الدوافع سريعا قبل ما انا عارف خلاص الدوافع. انا لما اكون لعيب كوره وانا لو كسبت مباراه بعد بكره هلاعب ريال مدريد كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور الكلام ده كله هاكل الملعب. ممكن يكون سلاح ذو حدين انك تبقى بتفكر في المباراه الثالثه وانت لسه ما لعبتش المباراه اكيد التانية. لا احنا بناخد كل مباراه على حده وعجبني جدا مارسيل كولر. بس انت قلت حاجه مهمه جدا الاستاذ محمد انه فكره التفكير وكده حتى التعامل النفسي مع كولر اللي شفناه المباراه اللي فاتت. احنا من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 95 شفنا لعيبه في كامل التركيز وده صعب جدا انك اشتغلت على لعيبه كانت شويه يعني طلعت منها احسن نسخه زي هاني وزي حمدي فتحي. فكره ال1 تو 1 سايكولوجي انه طول الوقت انا عايز اطلع منك احسن حاجه وتفكر كل مباراه
بترتيبها حتى في الاوراق يعني. هو كان بالتاكيد هو قريته كمان لسياتل ساندرز ان في فوارق اكيد بين سياتل ساندرز وبين اوكلاند سيتي، ولكن ناخد بالنا واحده واحده زي ما مارسيل كولر دايما بيتكلم يعني، كان بيتكلم بيقول انا هاخد كل مباراه على حده، كل مباراه لوحدها ما فكرش غير في اوكلاند سيتي، فان شاء الله باذن الله. بالتاكيد من اول ما انتهت مباراه اوكلاند سيتي بدا مارسيل كولر في التفكير في كيفيه مواجهه الطريقه الامثل وايه التشكيل الافضل لمواجهه اوكلاند لمواجهه سياتل ساوندرز ان شاء الله في مباراه بكره. هيجاوبنا على السؤال ده وهنحاول نقرا الطريقه اللي بيفكر فيها مستر مارسيل كولر مع اثنين من كبار نجوم النادي الاهلي هيشرفونا في الاهلي في المونديال، كابتن فتحي نصير كابتن ماهر همام هيكونوا ضيوفنا. اسمحوا لنا نشكر طبعا اسر حسين ومحمود شاكر، شرفتونا ونورتونا وامتعتونا، وباذن الله يكون لنا لقاءات ثانيه طول ما المشوار مكمل يا رب لحد اخر يوم النهائي ان شاء الله، لحد علبة الفضيه ان شاء الله والذهبيه يبقى، واحنا لو وصلنا النهائي يبقى ذهبيه بقى، لا لا خلاص عديت ريال مدريد مش هتكسب ان شاء الله، بس نعدي بعد بكره ان شاء الله. ان شاء الله بشكركم شكرا جزيلا. هنروح للمغرب سريعا نشوف الحقيقه تصريحات حوار يعني مع كابتن سيد عبد الحفيظ عقب في عقب ما بعد الفوز الاول والمرور من العقبه الاولى امام اوكلاند سيتي، نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه ونرجع لكم مره ثانيه انا ومحمد في الاهلي في المونديال. نرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبنهني بالتاكيد كل لاعبي النادي الاهلي على الفوز الامس، وعندنا مهمه بقى بالتاكيد قادمه مهمه جدا اعرفها من كابتن سيد عبد الحفيظ. بارك لك يا كابتن سيد، بالتاكيد مباراه وانتهت الحقيقه، لكن حابب اكلمك على المباراه، شفت كمان الاجواء الجماهيريه الافتتاح، حطينا في الاجواء امس يا كابتن سيد. يعني في البدايه طبعا يمكن حاجه من الحاجات المهمه قوي اللي لازم اقف عندها هي معامله الجمهور المغربي للنادي الاهلي، يعني حاجه اكثر من رائعه، وده المعتاد يمكن في كاس العالم المنتخب المغربي وهو بيلعب مع اي فرقه، كانت الانطباع والرغبه كلها والتشجيع كله رايح للمنتخب المغربي يعني، فبشكرهم على التعامل مع تيم النادي الاهلي امبارح، ودي طالعه من القلب يعني، ويا رب دايما تبقى موجود على طول يا رب يا رب ما بين الاخوه العرب. الحمد لله طبعا على النتيجه، والحمد لله طبعا على الصعود، لكن البطوله من مش من وجهه نظري بالحقيقه هي هتبدا دلوقتي، يمكن يعني الدور ده ما كناش معتادين ان احنا نلعب عليه او نلعب فيه يعني، التعامل كان جيد جدا مع اللقاء، التركيز كان موجود وحاضر، الاهتمام والجديه كانت موجوده لحد اخر ثانيه واخر دقيقه يعني. اقفل الصفحه خالص لان هي دي الحقيقه، انت هتلعب مباراه بليفل مختلف خالص عن اللي فات، مع نادي مختلف خالص عن اللي فات، فحاله التركيز برده تكون موجوده ان شاء الله، والتوفيق يا رب يكون حالفنا باذن الله. رجاء جدا الحقيقه ان احنا نكون متواجدين الحقيقه كابتن سيد هنا في طنجه، يعني مشوار كبير جدا، الاجواء والكواليس عشان نستقر على هذا الامر. والله بص يعني هو طبعا كان بيبقى اختيار الاتحاد الدولي والفيفا، لكن الراحه دايما او الاحسن كانت هتبقى هنا الاوتيل، انا من وجهه نظري الاوتيل يعني انت مش رايح تعمل شهر عسل، انت رايح تعمل معسكر رياضي يعني، يكون في مش بالضروره من وجهه نظري يعني مش بالضروره يبقى 5 نجوم او 7 نجوم، لكن يناسب فريق الكوره، وده موجود هنا، الملعب زي ما انت شايفه كويس الحمد لله رب العالمين، الاجواء احسن، المعسكر رياضي، وده مهم جدا يعني، القرب المسافه برضو ربع ساعه واقل من كده بشويه يعني. شكرا شكرا كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، باركنا الحقيقه لكل لعيبه النادي الاهلي، لكن صفحه واتقفلت، القادم افضل بمشيئه الله ان شاء الله، وبالتاكيد كان جهد كبير جدا الحقيقه من الجانب الاداري تحديدا كابتن سيد عبد الحفيظ عشان الكل يكون متواجد في طنجه، لان السفر يكون بمسافه طويله جدا، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي واستمر بادائه وشخصيته الكبيره جدا حتى اخر نقطه في كاس العالم للانديه. بعد بداية ناجحة ومشرفة للأهلي في المونديال، كيف يفكر مارسيل كولر في الخطوة المقبلة؟ مواجهة بالتأكيد صعبة جدا مع فريق قوي، فريق عنيد، بطل الكونكاكاف هو فريق سياتل ساوندرز. نسمع آراء اثنين من كبار النجوم طبعا، المراقب والمحاضر الدولي وكابتن منتخب مصر والنادي الأهلي كابتن فتحي نصير. مساء الخير كابتن فتحي، أهلا وسهلا بك يا محمد، ومبروك طبعا على العرض الرائع والفوز اللي حققه النادي الأهلي في بداية مشواره في بطولة المونديال. مبروك لنا كلنا، مبروك لكل محبي النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي وفي مصر وفي كل العالم. وطبعا نجم كبير، نجم الاهلي ونجم المنتخب مصر، وواحد الحقيقه من اللي انا بعتز جدا بتواجدهم معانا دايما على شاشه الاهلي، الكابتن الكبير ماهر همام. مساء الخير كابتن ماهر. مساء الخير يا احمد، اهلا بيك، سهرناكم بس كنا مستمتعين بالاهلي والزمالك النهارده، كان في ديربي طايره ورجاله الطايره شرفونا النهارده، عملوا نتيجه محترمه جدا، مكسب كبير، ومبروك طبعا لفرقه الطايره، حاجه جميله يعني، الاهلي مش حارم جماهيره من حاجه، مونديال شغال، كره طايره شغال، مكاسب كل يوم، اهلا وسهلا بيك، اهلا بيكم، اهلا محمد، اهلا بيك كابتن ماهر، اهلا بيك كابتن فتحي. وعايز اقول لك يا ابو حميد، يمكن كابتن ماهر همام كمان من
المدافعين اللي سطروا تاريخ. هل تتخيلوا مدافع ما خدش انذار طول حياته؟ يعني مبدا الفير بلاي مع مدافع في التحامات الكوره والتحامات المدافعين، ما يعني شابوه كابتن ناهر، ربنا يخليك. لا والمدافع الحقيقه دي بقى ملاحظتي انا الشخصيه، المدافع اللي اجمع عليه كل الاجيال انه مدافع يعني ما تكررش الحقيقه في تاريخ الكره المصريه كابتن ماهر. ده كرم ربنا عليا، خصوصا كمان معانا نجم من نجوم طبعا كابتن فتحي التدريب طبعا يعني طبعا مش عايزين نكبره، استاذ يعني كبير طبعا، صاحب بصمه لا اللي فعلا مكتشف اساطير ونجوم طبعا. هو من معظم الجيل، الجيل بتاعنا جيل السبعينات يمكن الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه طبعا، والكابتن فتحي السير ليهم الفضل بشكل كبير جدا على معظم النجوم العمالقه اللي احنا شفناهم وسمعنا عنهم. طيب هتسمحوا لنا هنضم لنا بس من الولايات المتحده الامريكيه كابتن زكي عبد الفتاح، طبعا المدرب المصري الحقيقه اللي طبعا تولى مسؤوليه منتخب مصر قبل كده ومنتخب الولايات المتحده الامريكيه، عشان يمكن يكون هو اكتر حد ممكن يكلمنا على منافس الاهلي في مباراه السبت طبعا سياتل ساوندرز. وانا كنت خدت وعد منه على الهواء لو تجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي يكون موجود معانا، وهو اوفى بوعده الحقيقه. يا كابتن زكي مساء الخير، صباح الخير، التوقيت عندكم اعتقد الصبح دلوقتي، نقول لك صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. بعد الظهر هنا حوالي الساعه 3 دلوقتي. اهلا وسهلا كابتن زكي، اهلا وسهلا. انا الاول كده ايه اليوم الحلو ده؟ ايه اليوم الحلو ده؟ وايه الناس الحلوه دي؟ ايوه ايه الناس الحلوه دي؟ ده فعلا يعني بقول لك فرصه طبعا عايز الكابتن فتحي ده استاذي ومعلمي وانت عارف ومدربي، وده يعني ده اسطوره لكل الاجيال، وحرام حرام من ما يعني لحد دلوقتي ما استغلوش كمدرب صح في مصر بصراحه. وطبعا الكابتن ماهر طبعا ده زميل ملاعب بقى وكده، وياما لعبنا مع بعض، وده عشت ذاك والله احسن سنتر باك. ربنا يكرمك يا رب، شفته في مصر، ربنا يكرمك. فانت معاك اثنين عمالقه وشرف ليا ان انا اكون معاك. طبعا الله يخليك كابتن زكي، اهلا بيك. الحقيقه يا كابتن ماهر والله، الحقيقه يا كابتن فتحي انت عارف يا كابتن فتحي يعني علاقتنا قد ايه، ويعني اقول لك علمتني كتير جدا جدا، واي حاجه انا اتعلمتها والله يعني اقول لك كابتن فتحي خلال معسكرات منتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين ومنتخبات الناشئين، اقسم بالله اللي كان بيعلموني انا ده اداني فعلا ده بذره الاحتراف. لما جيت هنا كان امور سهله لانه كان بيعلمني من زمان، لو انا كنت شفت كان هيبقى في مشكله، انما هو علمني وشفته معاه من الاول، فكان سهل عليا كتير قوي اول ما جيت امريكا. طيب خلينا طبعا طبعا كابتن فتحي صاحب بصمه على كتير من الاسماء وكتير من الاساطير والنجوم الكره في مصر، خليني ابدا معاك كلامنا على سياتل ساوندرز. واحنا يمكن اخر مره اتقابلنا كان قبل مواجهه اوكلاند سيتي، واتفقنا انه طبعا ان شاء الله لو ربنا وفقنا واكرمنا وقد كان وتجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي هيكون لنا لقاء تكلمنا فيه اكتر عن سياتل ساوندرز، عن الظروف اللي بيمر بيها الفريق، عن استعداده لبدايه مشواره في كاس العالم في مواجهه الاهلي ان شاء الله يوم السبت. سيال انا اعرف الفرقه دي كويس جدا، اعرف المدرب بتاعها، اعرف اللعيبه كلها، فانا سكاوت لو كنت اتمنى اي حد من النادي الاهلي يكلمني كنت طبعا اديله كل المعلومات. بيتابعوك على شاشه الاهلي يا كابتن زكي؟ بيتابعوك ما تقلقش. فانا شايف ان هم فرقه كويسه، ان الوقت التوقيت اللي هو يعني لو النادي الاهلي لو الكره النفس عايز هيلعب مع فرقه زي دي وعايز يحط توقيت مناسب مش هلاقي احسن من التوقيت ده. هم اخر ماتش لعبوه يوم 25/10/22 السنه اللي فاتت. ايوه. وبعدين ما عملوش البلاي اوف فطلعوا بره، فبقى لهم ثلاث شهور ما لمشوش كوره، كلهم اجازه. انت بتطلع بره خلاص ما بتمارس اي نشاط، فخدوا اجازه. اتجمعوا يوم 5/1 يعني ثلاث شهور بالظبط وشويه، اتجمعوا يوم 5/1 قعدوا اربع خمس ايام هنا في لوس انجلوس، هم من سيالو يعني في واشنطن بيجوا من عشان الجو هناك ثلج هناك. فجم عملوا معسكر وبعد كده طلعوا على ملقا في اسبانيا على الحدود مع المغرب. وهم امبارح وصلوا طلعوا من المغرب حتى راحوا بمركب لانه على الحدود يعني جبل ما بينهم. طب خليني اسالك في جزئيه مهمه يا كابتن فتح. يعني احنا دايما بنتكلم على انه لاول مره بيظهر فريق من الولايات المتحده الامريكيه كممثل للكونكاكاف في بطوله كاس العالم للانديه، وانه تفوق على الانديه المكسيكيه، لكن المفارقه هنا اللي مش قادرين نفهمها، الفريق اللي كان بطل الكونكاكاف ازاي يخلص او ينهي مشواره في الدوري الامريكي في المركز ال11؟ هل تراجع مستوى الفريق؟ هل في نجوم مؤثرين على الفريق رحلوا؟ التفاوت ده او التباين ده ايه سببه من وجهه نظرك؟ الدوري هنا في امريكا اي حد بيكسب اي حد، اي حد بيكسب، الفرق كلها متشابهه ومتقاربه. هم جالهم شويه ريلاكس بعد ما خدوا البطوله، وخدوا البطوله وكان اول مره بقى اول فريق امريكا. على فكره مش اول بطوله، اول بطوله
اول فرقه امريكيه وصلت للكونكاف ويز جالاكسي سنه 2005. البطوله اللي اتلغت اللي كان فيها الزمالك واتلغت وانا كنت مع جالاكسي وكنا في مجموعه الزمالك. فبس هو اول مره يعني هيلعب فرقه هتلعب، فحصل دروب شويه اللعيبه شويه كده خلاص، يعني زي ما تقول التارجت اللي كانوا حاطينه في اول السنه اتعمل، لان البطوله كانت اتلعبت وخلصت في مارس. فبدات لما بدا الدوري بداوا شويه كاجوال وكده الفرق بتكسب، فهم عشان خلصوا في المركز ال11. انما في فرقه كويسه، وانا اقول لك الاسماء ومميزات كل لعيب فيهم، فرقه تقيله. يعني انا بقول لك احنا بنلعبهم في ورق، يعني احنا لو نقطه ضعفهم دلوقتي الوحيده انه ما حدش مهما كان، وكابتن فتحي طبعا الاستاذ اللي عارفين بده، مهما كان فرقه لو برشلونه ريال مدريد وفتره الاداء ده ما لعبوش ماتش واحد، ما لعبوش كله سكيرمش تقسيمات، ده اول ماتش هيلعبوه الماتش الاهلي ماتش تقيل زي ده، ما حدش هيديك اكتر من 60 دقيقه، يعني علميا هيديك مش هيديك اكتر من 60 دقيقه. فانا شايف لو احنا نقدر ننظم يعني الوقت ان احنا ننظم الفرقه، وكولر المدرب طبعا فاهم وعارف، لو احنا متعادلين في الدقيقه 60 65 متعادلين او الاهلي كسبان واحد، الاخر ثلث ساعه هيقعد بدنيا هيقعد، ودي فرصتنا لنا بعد التغييرات وفرصتنا لنا. فان شاء الله دي فرصه الاهلي تكسب، وانا مراهن على الاهلي باذن الله ان شاء الله ان احنا الاهلي يكسب باذن الله. النقطه دي انما كفرقه فرقه كويس، اللي عندهم حارس مرمى كويس بقى له 13 سنه في الدوري الممتاز ستيفان فراي، حارس كويس. نقطه ضعفه ان هو مش برجله مش كويس، لو اتضغط عليه برجله ممكن يقفل الكره وما بيعرفهاش كويس، ده نقطه ضعف بتاعته. عندك بس حارس كويس شاد ستوبر، انفرادات حارس كويس. رغم ان كبر سنه بس الرياكشن بتاعه لسه كويس جدا بالنسبه لسنه، وكان ليه دور كبير جدا في تتويجهم ببطوله الكونكاكاف. طبعا 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 طبعا. عندك الباك ليفت احنا كلنا عارفينه نوهو اللي هو بتاع الكاميرون، لعب ضدنا في كاس افريقيا ولعب كل تصفيات كاس العالم، ولد محترم جدا جدا، علاقته بيه كويسه على فكره، هو مسلم بس مسلم ما بيسيبش الصلاه ما بيشربش اي حاجه ما شاء الله. يعني ورغم ان هو سنه صغير 24 سنه حاجه، بس لعب هو صغير وبيلعب مع منتخب الكاميرون وله تاريخ كويس، بس لعيب كويس جدا من رجله الشمال زي اب اند داون وبرجله الشمال كويسه لعيب كويس. عندك الباك رايت بتاعهم برضو أليكس رودان ده واخوه بيلعب هاف رايت في الاثنين الجبهه اليمنى. طب خليني اقول اهم مصادر الخطوره في الفريق، يعني لو انت بتواجه النهارده سياتل ساوندرز وعايز توقف الفريق ده او تشل مصادر الخطوره، في اهم لعيبه او اثنين في سياتل ساوندرز كابتن زكي؟ في نقطه خط الوسط ليديرو نمره 10 الكابتن الفرقه نمره 10 ناحيه الشمال من برجله الشمال، ده عقل وقلب الفرقه، ده العقل وقلب الفرقه. لو احنا نضغط عليه ونصعبها عليه، مش هنقول لك تاكلينج ولان ما فيش تاكلينج، انت عارف الريد كارد وكده، بس صعب عليه يعني اضغط عليه وصعب عليه، هنصعب عليهم كلهم لان ده عقل الفرقه، ياخدوا حمله، ده عقل بتاع الفرقه. ليديرو اللي هو من اوروجواي لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا، وبعدين الكور مش عايزين نعمل فاولات بره ال 18 كتير عشان هو كويس جدا فيها، هو كويس جدا فيها من فوق الحيطه، ضربات ثابته كورس الضربات الثابته، وخاصه الفولات اللي بره 18 هو كويس فيها، بيجيب جول بيها كتير. عندك ريو دياز ده نمره 9 الفورورد، ده مش كبير بس ذكي جدا، لعيب ذكي جدا ولعيب هداف صحيح، هداف بالفتره ده من نص فرصه. نصيحتي للشناوي هو بينزل ساعات لما بينزل تحت نص الملعب، لو استلمها في نص الملعب او الثلث الاخراني يخلي باله انه ده بيشوف الجون وهو بره وكويس فيها جدا، جامد ياما جاب اجوان، فتخلي باله الشناوي ما يتقدمش قوي، وما بينس كره ما يخلي باله منه، ممكن يشيلها من فوق، هو بيفاجئ حراس المرمى كده، ولاعيب كويس جدا في الحته دي. حركاته جوه 18 بيجي من ورا ظهر الكابتن ماهر، عارف طبعا من ورا ظهر الديفنس، من يبقى الكره بيعرف ازاي يتحرك، يقطع قدام الفورورد ومن وراه ازاي بيعرف يتحرك في الكره اللي هي العرضيه دي، وبيخلص فيها رغم انه مش كبير وما هوش سريع. طيب كابتن زكي، جوردن موريس برضو ده برضو لعيب امريكي في منتخب امريكا، ده هور برضو هاني خلي باله منه، ده صحته كويسه وكده، احنا بس قاعدين نمشي 60 دقيقه الاولانيين كده لحد ما ربنا سهل ويهدهم، وبعد كده نفوق ان شاء الله. نفوق ان شاء الله باذن الله. وقبل 60 دقيقه ان شاء الله كابتن زكي. باذن الله، من قبل ما نقول باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب انا في جزئيه عايز استفيد بوجودك معانا النهارده ونسالك على فكره ان فريق سياتل يمكن اخر مباراه رسميه كانت في نهايه شهر اكتوبر،
من نهايه اكتوبر لاول فبراير، هل في صفقات انضمت للفريق بحيث ان التشكيله اللي كانت بتلعب في الفتره السابقه وانهت الدوري بترتيب متاخر ممكن ما تكونش هي التشكيله خالص اللي هتبدا مباراه الاهلي يوم السبت؟ في ما انا سؤال كويس جدا فيهم، كانوا من الاثنين من البرازيل وكان واحد كان بيلعب في نيويورك في نيويورك سيتي وانضم لهم فورورد برازيلي لعيب كويس، وجالهم ثاني فورورد كويس لعيب ثاني، بس انا النقطه بتاعتي ان لسه ما اندمجوش مع الفرقه، ما اتمرنوش اسبوعين مع بعض، هيبقى صعب يبتدي بيهم، هو يبتدي باللي هو عارفه، فاهم قصدي؟ اللي هم لعبوا معاه بقاله 3-4 سنين، ممكن يحطوا شوط ثاني بس نبتدي بيهم لا، لان لسه جايين على فرقه ما لسه ما عرفهاش وما اتمرنوش بقالهم اللي بقول لك بقالهم اسبوعين ثلاثه، فمش هيبتدي بيهم يعني. فانا شايف ده، وفي نقطه كمان خلي بالنا في اخر ثلث ساعه هينزل لعيب، انا بجيب اثار بقى المدرب الثاني معلش انا لازم حته المصري بقى خدتني فيها، هو قال سر بس انا طبعا انا سمعته رغم ان هو هيزعل مني بس انا مش مشكله نكسب ويزعل يزعل. اخر ثلث ساعه هينزل لعيب برازيلي، هينزل لعيب برازيلي هو بيبتدي معاهم جوال بابلو ده في نمره 6، ده لعيب تقيل، لعيب تقيل قوي، لعيب معلم بيمسكها وبيتصرف، لعيب معلم، هينزل اخر ثلث ساعه لانه جاي من البرازيل من الاجازه، ما هوش فنيا ما فيش بدنيا، ما فيش بدنيا، فهو الفتنس والبتوع التحليل البدني بتاعهم قالوا ده ممكن يلعب ثلث ساعه 25 دقيقه، فنخلي بالنا لما ينزل ده اللعيب ده نفس اللي هيحصل مع ليديرو لازم، لانه ده برضه مفتاح كبير فنخلي بالنا منه ده. طيب انا شايف يعني برضه ده يعني الاثنين دول الاثنين دول هيقوم بيهم ان شاء الله حمدي فتحي واليو ديانج ان شاء الله باذن الله يوقفوهم خالص ان شاء الله، والسوليه لا اتمنى يعني ان شاء الله يبقى عندهم يوم كويس ويوم يقدروا يصعبوه عليهم ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن زكي، طبعا كابتن زكي عبد الفتاح بنسعد بيك دايما على شاشه الاهلي، شكرا جزيلا، وبالتاكيد ان شاء الله يعني نتواصل نحتفل باذن الله ان شاء الله بفوز الاهلي على سياتل ساوندرز. ارجع مره ثانيه، يمكن كابتن زكي كشف لنا كتير من اوراق الفريق كابتن فتحي وكابتن ماهر، خليني بدايه اسمع منكم يعني رؤيتكم قبل ما نروح لسياتل، ازاي شفتوا الجيم اللي لعبه مستر مارسيل كولر في افتتاح المشوار في كاس العالم قدام اوكلاند سيتي، واهم المكاسب بعيدا عن نتيجه المباراه وثلاث اهداف يعني من وجهه نظرك كابتن فتحي اللي خرجنا بيها؟ هو شكل الفرقه هي دي فرقه النادي الاهلي، ان هو بدا دلوقتي يلعب كوره، بدا يبقى فيه استحواذ مع هجوم، مش استحواذ لبس، ايوه استحواذ ايجابي، الاستحواذ الايجابي ان انا كره معايا واوصل للجول على المرمى على اساس ان انا هسجل، وفعلا سجل. اذا النادي الاهلي ظهر على حقيقته في الفتره اللي هو لعبها، رغم ان احنا نهايه الشوط الاول بعد ما جه الجول بدات تاني اللعيبه تهتز وتهدى وتستقر وتفهم ان الامور، لان في لعيبه اول مره تلعب كاس عالم وفي لعيبه لعبت، فالشده الموجوده دي مش موجوده بعد كده. اللي انا شايفه برضو حتى هم نفس الفرقه، وعلى كلام زكي بالنسبه لهذه المباراه وان هم هيقدروا في الشوط الاول يقاوموك، لان عندهم جزء وعندهم يعني اللياقه وحلاوه الروح بتبقى في الاول، فاحنا نكون لازم نكون ثابتين نمتص هجومهم، هم هيحاولوا بقدر الامكان يكونوا ضاغطيننا في الشوط الاول لان عارفين الشوط الثاني مش هيقف، يعني مش هيقدروا يجروا فهيقفوا، فشويه الطاقه اللي عندهم هيستنفذوها، احنا نحاول بقى نكون في اتزان مع فرقتنا دفاعي وهجومي، في اتزان مع فرقتنا في كيفيه استخلاص الكره من الخصم والحفاظ على الكره بحيث ان انا ما استنفذش طاقتي، واضمن ان الشوط الثاني هو هيكون شوط فاصل بالنسبه للاهلي باذن الله. طيب كابتن ماهر، فرق شاسع ما بين فريق لعب من 48 ساعه مباراه وبيلعب مباريات دوري حوالي 15 مباراه في الدوري ولعب مباراتين في افريقيا، وفريق جاي اجازه من 25 مباراه في السوبر كمان ومباراه في السوبر، لا ما اقدرش انسى السوبر والكاس ومباراه في الكاس ومباراه في الكاس، يعني ضغط ماتشات كتير ما من كتر الماتشات والله والانتصارات والدربيات، وفريق ما لعبش من 25 اكتوبر، هل تبدا وتوزع الجهد على مدار المباراه ولا تخلي الفريق قدامك يستنفذ بدري بدري عشان تقدر
تديله هدف او تكسبه بهدف قاتل يخليه يندفع زي ما حصل في مباراه اوكلاند سيتي الشوط الثاني. اوكلاند اندفع وبقى فيه مساحات. فانت قريب من اي وجهه نظر ما بين الناحيه البدنيه، فريق مريح بقاله فتره كبيره وفريق مضغوط حتى اخر مباراه لعبها قبلها ب 48 ساعه. بص يا محمد، زي ما انت قلت الثقه اللي احنا دخلنا بيها البطوله 15 مباراه، يعني الحمد لله مكاسب في ال 15 مباراه، مباراتين فيهم تعادل. الحاجه الثانيه كمان ثبات التشكيل، الراجل بدا يوصل ليه في الثلاث خطوط فرقت بشكل كبير، التغييرات اللي بيعملها في الشوط الثاني، استراتيجيه الراجل زي ما شفنا كلنا قلنا ان الراجل بيلعب بطريقه 4-2-3-1، فوجئنا ان احنا بدانا بطريقه 4-3-3. بعد ما شاف بعض اللعيبه قادر بدات تعمل له دور الدفاع والدور الهجومي زي حمدي فتحي واليو ديانجو السولاي، واليو ديانجو السولاي فالنهارده غير وجهه نظره بالظبط. فبرضك من ضمن الاستراتيجيه اللي الراجل فكر فيها، يعني حمدي فتحي يمكن في مباراه الزمالك بالذات فاجئنا من البوكس للبوكس، يعني حاجه جميله بقى المهاجم الثاني اللي تحت راس الحربه. هو الثلاث اجوال بتوع ماتش الزمالك ليه بصمه فيه، يعتبر مفتاح لعب بشكل كبير. يعني حمدي فتحي حصل تطوير بشكل، ودي ميزه الراجل الهيد كوتش او رؤيه الراجل مستر كولر، ان هو زي نرجع زي كريم لما شاف ان كريم ممكن يبقى جناح بالنسبه له، جناح خطير عنده امكانيات كريم فؤاد ربنا يشفيه طبعا ويرجعه بالسلامه، افتقدناه واكرم بصراحه. من الحاجات اللي بتحسب للراجل برضك نفس الكلام بالنسبه لحمدي فتحي، تغيير استراتيجيه وتغيير اللعب كمان من الطريقه، اختياره للعيبه المناسبه للطريقه اللي بيلعب بيها 4-3-3، ثبات التشكيل بيدي لك زي ما كابتن فتحي قال، بيدي لك استحواذ، بيدي لك الجانب البدني، بيدي لك الجانب الفني، الجمل التكتيكيه يمكن من ضمن الحاجات يمكن لتكمل بقى في اداء الجميل اللي احنا شفناه في اوكلاند، حته الحاجات الثابته، الكور الثابته. كابتن فتحي قبل الهوا بس ماتش سياتل اصعب من اوكلاند كابتن مير، يعني تهيألي حتى لو الفرقه مريحه من اكتوبر زي ما محمد بيقول وزي ما كابتن زكي كان بيتكلم، احنا بنتكلم على بطل كونكاكاف غير بطل اوخيانوسيا، بنتكلم على فريق قيمته التسويقيه وعدد المحترفين فيه كبير جدا، وبالتالي سيناريو المباراه اكيد مستر كولر بيفكر فيه بشكل مختلف عن مواجهه اوكلاند. اكيد بيفرق برضك يا احمد، خصوصا انك انت فرقه واخده اجازه شهرين ثلاثه، راحه سلبيه يعني كتير قوي في لغه كره القدم. واصلين المغرب انا شايف متاخر كمان صراحه كتير، لسه واصلين النهارده وبعدين يعني ما خدوش فتره الاعداد بتاعتهم، ما خدوش الوقت الكافي من اللياقه البدنيه، من جانب البدني، من جانب المهاري، من جانب التكتيكي. المباريات التجريبيه كمان ليها دور كبير جدا، لما يلعب مباريتين ثلاثة بتدخله في الأجواء بشكل كبير، هو ما لعبش ولا مباراة، أكيد هتفرق معاه بشكل كبير. بمناسبة المباراة الودية، ويمكن عايز أخد فيها رأي كابتن فتحي نصير، أنا جات لي معلومة إن الفريق سياتل في إحدى المباريات الودية قسم الفريق لثلاث مجموعات، لعب ثلاث مباريات ودية في نفس اليوم، بس كل مجموعة لعبت عكس المجموعة الثانية عكس المجموعة الثالثة. لعب في نفس اليوم ثلاث مباريات وديه بس قسم الفريق لثلاث فرق، يعني 33 لاعب، يعني 11 و11 و11 مباراه وديه يا كابتن، ولا قسم المباراه ثلاث اشواط، يبقى قسم المباراه ثلاث اشواط مش ثلاث مباريات، ثلاث اشواط كل شوط بيلعب مجموعه، كل بتشكيل غير التشكيل اللي بتشكيل وبطريقه ثانيه ممكن بالظبط، انا يعني ما اعرفش بقى الطريقه، بس انا جت لي معلومه كده عاده. لا بيلعبوا، هم بيلعبوا بكذا طريقه، احنا كان معانا ياسر ومحمود قبل يعني محللين فنيين جابوا لنا الطريقه اللي بيلعبوا متعودين بيلعبوا بطريقتين، 4-2-3-1 و4-3-3. هي بمناسبه 4-3 زينا، يعني احنا برضه مصر 4-3 ما هم زينا العالم كله تقريبا، يعني مش هحرق على النص، احنا في كاس العالم، مش ده كاس العالم فرنسا وبطوله كاس العالم، احنا كاس العالم بتاع الدوحه قطر، في قطر 15 فريق من ال 32 لعبوا 4-3-3 الفاينل نفسه، الاربع فرق اللي وصلوا قبل النهائي ثلاثه منهم بيلعبوا 4-3-3 ما عدا الارجنتين، الارجنتين ما بتلعبش 4-3-3 بتلعب 4-4-2 اما فرنسا بتلعب 4-3-3، المغرب 4-3-3، وبعدين كرواتيا بتلعب 4-3-3، ف 4-3-3 عالميا دلوقتي، فهم الفرقه دي اذا كانت بتلعب كده فاكيد انها بتلعب كده. هو بيقسمهم ليه بقى؟ ايوه بيقسم لان ما عندوش الفرقه اللعيبه مش تقدرش تستكمل 90 دقيقه، فهو مش عايز يستنفذ الطاقه بتاعتهم
وعايز يلعب مباراة كاملة وعنده لعيبة يقدر يجرب في كل مرة طريقة لعب. إنه بيلعب ثلاث أشواط، الشوط ده هنلعبه إزاي ضغطين وبنلعب ناحية هجومية وبنلعب بإيه وبنلعب 4-3-3. طيب الشوط الثاني هنلعبه إزاي، الشوط الثالث هنلعبه إزاي، على أساس كمان لو لعيبة استمروا في الثلاث أشواط يفهمهم ان الشوط الثالث هيبقى الاستحواذ ونرجع وعشان احنا نفسنا مش هنقدر نكمل وكده. فعشان كده هو قسمها جزء من برنامج الاعداد يعني. جزء دي معروفه ومعروفه ان ممكن تعملها في بدايه فتره الاعداد وممكن تعملها في نص فتره الاعداد، ممكن تعملها الطريقه دي تعملها في الفتره الاخيره من المباريات عشان ما تجهدش لعيبتك كمان، يعني يلعبوا نص ساعه ويخرجوا، مش شرط تلعب الشوط نص ساعة يعني. صحيح. تلعب ثلاث أشواط نص نص نص، ممكن تلعب 40 دقيقة تكمل. طب عشان الجمهور وعشان حضراتكم يمكن يعني في الفرص اللي احنا يعني كان ليا شرف مقابلتكم كنا بنتكلم دايما على مشكلة اللمسة الأخيرة، وكنا بنتكلم على مشكلة خط الهجوم، والجمهور كان عايز قصة المهاجم، وما زلنا أنا عارف طبعا معظم الناس عايزة مهاجم لغاية النهاردة حتى بعد يعني ما. لكن خلينا نقول برضو إنه يعني لازم لما بقى في شيء إيجابي نسلط الضوء عليه. أنا شايف إنه الأهلي الحقيقة في الفترة الأخيرة آخر 3-4 ماتشات، بداية من ماتش سموحة في الكاس مرورا بماتش الزمالك في الدوري ووصولا لمباراة أوكلاند سيتي، الفعاليه الهجوميه اتطورت. خلينا نقول انه الاهلي في الثلاث ماتشات سواء في قبل نهائي كاس مصر او في مباراه الديربي مع الزمالك او في مباراه اوكلاند كاس عالم، الثلاث ماتشات دول الاهلي مسجل فيهم 9 اهداف. فهل ده برضو نتيجه لانه الراجل اشتغل او ابتدى ياخد القماشه اللي معاه، وزي ما بنتكلم انه طور كريم وطور حمدي وطور هاني، هل الراجل اتعامل مع الجزئيه دي يا كابتن فتحي بشكل جيد ووصل فيها لنتيجه؟ تقييمك للناحيه الهجوميه في النادي الاهلي. معنى ان انا سجل اهداف يعني بدات اللعيبه تطبق افكار المدرب. أيوة. المدرب بس من زي ما قلت في الاول مش استحواذ ان انا يبقى معايا الكوره. ايوه. المباراه بتتلعب بكره واحده. ما بتتلعبش بكورتين. فطالما انا معايا الكوره الفرقه الثانيه مبدئيا مش هتجيب فيها جوال. مظبوط. يعني احنا بنلعب كوره، بنلعب كوره معانا. طيب الكوره اللي معانا بنلعب بيها ايه؟ بنحاول ان احنا نوصل الجول وبنحاول بعد كده ان احنا نسجل. الفترة الأولانية كانت اللعيبة لسه قدام الجول بعاد، مش بعاد بإيه؟ التركيز، تركيز اللمسة، تركيز التسديد، تركيز التحرك، الكثافة العددية الهجومية، كل ده ما كانش موجود. لما بدأت اللعيبة تفهم الراجل بيقول إيه ويفهمهم بيقول إيه، وصلوا دلوقتي إنهم بيوصلوا الجول وبيضيعوا وبيجيبوا، يعني نسبة برضو عندنا نسبة تضييع أهداف كتيرة. أيوة. رغم عشان كده جبنا ثلاثة. ما هو ثلاثة دي يعني أنت مضيع قصادهم كمان على الأقل 9 من الثلاثة، فلازم التسعة دي تقل تبقى أقل والثلاثة تزيد. أو التسعة تثبت والثلاثة تزيد. ما هو هناخدهم من التسعة، ما هو لازم ناخد من التسعة، نقلل الفرص اللي بتضيع دي ونخليها أهداف، يبقى الفرص مش عايز أضيع فرص، أنا عايز أجيب أهداف، يبقى أخد من هنا أحط هنا، لأن طاقتي كده في المباراة إن أنا أوصل تحديدا فيه. في نفس النقطة كابتن ماهر، شريف وكهربا، الاثنين كانوا عندهم مشكلتين، كهربا كان مشكلته إنه بعيد بقاله فترة طويلة جدا ومرة واحدة من الدار للنار زي ما بيقولوا، وهو دخل على ماتشات تقيله، وشريف اللي كان بقى له فتره عليه ضغط نفسي وعصبي وعدم توفيق وبيرجع مره تانية. ازاي الحاله دي في وقت قليل كده يعني؟ ما دي ميزه الراجل، شايفينه بالورقه والقلم يعني. أي. ملاحظات في التلت الهجومي بالذات زي ما كابتن فتحي قال، ضياع الاهداف، الراجل بيسجل الاهداف دي ضاعت من العمق ولا ضاعت من الاطراف ولا ضاعت واحد ضد واحد ولا مهاره ضرب كره بالراس ولا التصويب من خارج ال 18، الحاجات دي كلها الراجل بيكتبها ويبدا يا احمد يا محمد يشتغل عليها. ايوه. بلغه التدريب احنا بنسميها الحاجات الخاصه. بيجيب مهاجم مهاجم، شريف مثلا بيضيع من العمق في الانفراد، بيبدا يشتغل عليه. بتسيتاو لما بيروح بيوصل للجول وهو بينفرد بتبص تتلخبط، رجليه بتخبط في بعض. فالحاجات دي كلها الملاحظات دي راجل ذكي. بيبدا يحطها يدونها عنده، ده الورق اللي بيفضل يكتب فيها بالظبط. الناس بتوعكم من ضمن الحاجات الملاحظات اللي بيكتبها يعني. وخصوصا في التلت الاخير، لكن التلت اللي قدامنا التلت الاولاني مشاكله تحت ضغط تشتيت، مفيش ضغط بدايه الهجمه، النص الملعب مشاكله قليله، بتحتفظ بكره كتير، تبني الهجمه طوليه عرضيه، لكن التلت الهجومي هو ده كره القدم، هو ده التلت الاخطر.
وقلت اللي هنجيب اصعب اللي هنجيب منه جوال. صحيح كابتن فتحي اتكلم على 9 فرص جبنا منهم 3 كويس جدا، دي نتيجه ايجابيه يا احمد محمد خد بالك اكيد جدا 9 ان انا اصنع 9 مبدئيا طبعا نجيب منهم 3 فدي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه الاعداد الذهني، جبنا منهم 5 يبقى احسن واحسن طبعا. الاعداد الذهني كمان اللي الراجل بيعمله، الجلسات اللي بينه وبين اللعيب، ودي حاجه كمان برضك ادي الثقه لشريف ودي الثقه لبتسيتاو واحنا حاسينها حتى في الملعب. دي برضك من ضمن الحاجات اللي بتساعد اللعيب الاعداد الذهني، انك انت بتقعد معاه جلسات تبدا تكلمه انت لعيب كويس وانت هداف وعندك ثقه وخلال الشغل بدات تبان ملامحك وهكذا. والفيرب بالذات يا محمد يا احمد لما بيجيب جول خلاص بتفتح نفسه يبدا بقى ثقته كمان في نفسه طبعا المكنه هتجيب قماش بقى فيبدا بقى ان شاء الله باذن الله أكيد. الفتره الجايه دي يحصل تهديد بهذا الشكل بزي. طيب بما ان الاشقاء في المغرب متابعينا واحنا دايما سعداء دايما بوجودهم ومتابعتنا دايما على مدار الساعه في قناه النادي الاهلي، محضر لهم مفاجاه. اكيد الوداد عنده مباراه مهمه جدا مع الهلال، ودي خطوه قبل مواجهه فلامينجو في نصف نهائي كاس العالم للانديه. ناس كتيره ما تعرفش يمكن فريق فلامينجو بيستعد ازاي للبطوله، هو بطل فريق او بطل قاره امريكا الجنوبيه. يمكن في لقاء مهم جدا معانا وده انفراد مهم جدا لقناه النادي الاهلي، لقاء مع برونو سبيندل مدير الكره في نادي فلامينجو البرازيل، وده هديه اكيد لكل الاشقاء في المغرب عشان يشوفوا فلامينجو المنافس اللي ممكن يواجه الوداد عقب مواجهه الهلال السعودي. Bom, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar na OAL TV. حسنا اولا وقبل كل شيء شكرا لك على الدعوه، انه لمن دواعي سروري ان اكون على شاشه تلفزيون النادي الاهلي مع المشاهدين المصريين وان امثل فلامينجو والامه ذات اللون الاحمر والاسود. حسنا من العام الماضي يقوم الفريق بالاستعداد منذ فتره ما قبل الموسم، لعبنا بعض المباريات الرسميه وهي ايضا عمل المرحله الحاليه والذي نقوم به لكي نكون مستعدين دائما في كل مرحلة. الجميع في فريق فلامينجو واثقون ومستعدون. إنها منافسة صعبة، جميع الفرق المشاركة في كأس العالم تشارك عن استحقاق، أما فلامينجو فسيقاتل بقوة ليخرج منتصرا، هذه هي المنافسة. انظر لقد كان فلامينجو قويا للغاية في السنوات الأخيرة، إنها كأس العالم الثانية خلال 4 سنوات التي يشارك فيها فلامينجو. كانت هناك كأس العالم في عام 2019 ثم نعود الآن في عام 2023. بالطبع نعود إلى كأس العالم بعد 4 سنوات ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض التغييرات، هناك بعض اللاعبين الذين بقوا في القائمة أو حتى جيرسون فقد عاد، أليس كذلك؟ لقد كان في 19 من عمره عندما غادر والآن عاد، لذلك هناك لاعبون مستمرون مع الفريق وآخرون غادروا بالفعل. لكن النقطة الأساسية كما قلت سابقا هي أن فلامينجو في هذه السنوات يلعب ويفوز بألقاب عظيمة، وبالتالي نأمل تحقيق الانتصارات في هذه النسخة من بطولة العالم أثناء عودتنا للمشاركة بعد 4 سنوات. نحن على يقين من أن الفريق جاهز ونأمل أن يحقق نجاحا أكثر مما كان عليه في نسخة عام 2019. إن التتويج بالبطولة كما تعلمون إنه أمر صعب للغاية، مرهق للغاية، لكن هذا التتويج هو هدفنا. طموح فلامينجو هو هذه المشاركة المحددة في كأس العالم 2023 والتي هي هنا. تتمثل مهمة فلامينجو بشكل عام في المشاركة دائما في جميع المسابقات وأن تكون بطلا، لا يمكن أن يكون الأمر مختلفا. من يعمل هو من يلعب هو المشجع، هم جزء من الحمض النووي لفلامينجو. الطموح للفوز دائما، أن تكون بطلا بغض النظر عن مسمى البطولة، هذا هو الطموح الذي لدينا هنا في مونديال الأندية. ونحن أيضا نحترم دائما جميع الخصوم الذين هم أكثر راحة وطموحا وثقة، كل شخص هنا في النادي يفعل ذلك. إنهم أبطال يواجهون بعضهم البعض، إنها المباراة الأولية في البطولة، مرحلة قبل بدء فلامينجو البطولة. إذن هل لديك لهذه المباراة أي أفضلية؟ سوف تقوم بالبحث عنها في المباراة للتحليل. انظر أنا لا أفعل هذا، لا أحب أن أشير إلى أي أفضلية مرة أخرى لطرف على آخر. إنه تكرار لما قلته بالفعل هنا في المقابلة بأكملها، كل الفرق المشاركة في كأس العالم قوية جدا وليس هناك فريق له أفضلية، إنهم أبطال في قاراتهم وهم في كأس العالم، وصلوا بجدارة إلى كأس العالم. لقد أظهروا بالفعل أن الجميع متواجدون عن استحقاق ويمكن لأي فريق الفوز، نظرا لأنه كان يوجد مفاجآت في كأس العالم للمنتخبات الذي رأيناه مؤخرا هناك بين المنتخبات التي شاركت
هذا الاحتمال متواجد في هذه النسخة أيضا، خاصة أن البطولة تعتمد على منافسة خروج المغلوب، أليس كذلك؟ إنها مباراة حاسمة والحظ بها يلعب دورا في اتخاذ القرار لحسم النتيجة النهائية. المباراة تكون 90 دقيقة، فقد يكون هناك وقت إضافي، ركلات جزاء، لكنها حاسمة، يتم تحديد كل شيء بسرعة كبيرة بالتفصيل، وهذا هو السبب في أنه أكثر من أي وقت مضى. في النهاية يمكن لأي فريق أن يتوج بها، ولكن مرة أخرى كل من هناك هو هناك على أساس الجدارة، فهم أبطال قاراتهم، وهذا هو السبب في أنها منافسة صعبة وصعبة للغاية. والطريق للوصول إلى تلك المنافسة لا يقل صعوبة عن صعوبة المنافسة نفسها، فإن كل من هو موجود هناك قد تواجد عن جدارة ولديه كل الفرص ليكون بطلا. quanto à própria competição. Então, todo mundo que está ali por mérito e tem toda a chance de ser campeão. لكن ممكن يبقى مضر. طيب زي ما شفتوا بالتاكيد اللقاء مع مدير الكره في فريق فلامينكو برونو سبانديل، وبالتاكيد لقاء مهم جدا، وكمان ممكن لعل وعسى يمكن هنشوف لسه مباراه الوداد والهلال، ممكن الهلال كمان يكون بيستفيد من تصريحات فريق فلامينكو، لان طبعا احنا عندنا بالنسبه لنا الامر فيه حيره بصراحه يا احمد. يعني الوداد والهلال، عارف انت فكره ان المنظم بالتاكيد للحدث عايز النجاح للبطوله، وفي نفس الوقت برضه زعيم اسيا الهلال نتمنى له برضه التوفيق، يعني الاثنين اشقاء طبعا. نتمنى يقدموا لنا يعني مباراه حلوه. خليني بس طبعا بمناسبه برونو سباندل، خليني اشكر طبعا زميلنا احمد عبد الناصر اللي ترجم اللقاء، وخليني ارجع لكلام محمد. هتكون مباراه كره بدايه بصرف النظر عن مين يتاهل منهم، هلال او وداد. كل جماهير الكوره، الناس اللي عايز تتفرج على ماتشات كوره حلوه، تتمنى طبعا تشوفها، وفي النهايه نتمنى التوفيق للافضل، ونتمنى واحد منهم يوصل ان شاء الله باذن الله، وهو ممكن يكون منافس محتمل، ما حدش عارف. ممكن يعني لو الاهلي ان شاء الله تاهل ممكن نقابلهم في ماتشات جايه من البطوله. خليني اقول لكم انه الجيم اللي جاي في بعض التفاصيل يختلف شويه عن مباراه اوكلاند سيتي، وخلينا نسمع راي كابتن ماهر وكابتن فتحي. كابتن ماهر، يمكن اوكلاند سيتي فريق تخاف منه من ناحيه القوه والسرعه واللياقه البدنيه، لكن حته الفنيات والمهارات مش عالي، ما تخوفكش قوي او ما تقلقكش قوي مع فريق زي اوكلاند سيتي. العكس تماما مع فريق فيه عدد كبير كابتن فتحي من اللعيبه المهره، لعيبه جايه اغلبها من امريكا اللاتينيه. الدوري الامريكي والكوره في امريكا اتطورت بشكل كبير جدا، وشفنا منتخب امريكا في بطوله كاس العالم الحقيقه كان منتخب بيقدم كره محترمه جدا. فريق زي ده هتفكر تقابله ازاي وتواجهه ازاي، وخصوصا التعامل مع اللاعبين الخطرين اللي موجودين في الفريق؟ وطبعا حضرتك مدافع كبير، تقدر تقول ازاي بالنسبه اعتقد متولي مثلا ومنعم لو لعبوا جيم زي ده، ايه النصايح اللي ممكن توجهها له؟ بص يا احمد، طبعا هو رقم واحد احتراما للفريق، ودي الحمد لله رب العالمين موجود عندنا كنادي اهلي. أيوة. احنا بنحترم الخصم بشكل كبير جدا، خصوصا مع مستر كولر. الحاجه الثانيه الاعداد الذهني، الراجل بيتفرج على المباريات دي بصراحه، وهو فريق المحللين اللي معاه، المحلل الموجودين معاه والمعاونين، وبيبداوا يتفرجوا بقى على كل الحاجات اللي فيها النقط الضعيفه اللي موجوده في التيم، الحاجات اللي فيها ايجابيه، زي ما زكي ذكر بعض اللعيبه المميزه. ممكن يكون الجانب البدني عنده مش عالي دلوقتي، مش عالي، لكن لكن لعيب مؤثر. انا شفت لعيبه عندهم الحقيقه، راؤول رويديز اللي هو راس الحربه بتاعهم ده لعيب فتاك، يعني هنا كامبوس ومتولي محتاجين نصايح من كابتن فتحي وكابتن ازاي. وايه الاسهل بالنسبه للمدافع كمان كابتن ماهر، انت ممكن تقول لنا التعامل مع لعيب قوي والبنيه وبتاع التحامات والعاب هوا، ولا التعامل مع لاعب مهاري وسريع؟ بص إيه الاسهل في الكره الحديثه؟ انا لازم امنع من قدام. يعني اول خط دفاعي، كل الناس تقول لك الخط اللي ورا، لا، الخط الامامي هو رقم واحد في الحاله الدفاعيه. خط الهجوم طبعا وبعدين يليه نص الملعب، ثم المدافعين اللي موجودين. احنا الحمد لله الاربعه المدافعين اللي موجودين عندنا ورا، اذا كان محمد هاني، متولي، عبد المنعم، معلول، اولا مدافعين عندهم تمركز بشكل جيد، عندهم رؤيه ويقظه، عندهم مهاره، عندهم ميلان والتغطيه. لو كره عند هاني تلاقي الخط بيترحل بشكل ايجابي، لو عايزين يضربوا التسلل بيطلعوا بنيدة الأربعة مع بعض. لما الجنب بيضغط بيبقى الجنب بيضغط بلاعب، ولاعب نص ملعب بيساعد، ولاعب من قدام إذا كان الاتنين اللي في قلب الدفاع واحد بينط التاني بيغطي وراه،
والباكين بينضموا، يعني في حاجات موجوده الحمد لله. الراجل بدا يشتغل مع مدافع النادي الاهلي، تحس ان في يقظه بشكل كبير. طول ما انت ما يجيش فيك جول يا احمد يا محمد، طول ما انت ان شاء الله تقدر تجيب جول في اي وقت. طيب كابتن فتحي، كلمه اخيره بقى تقولها قبل ان شاء الله هذه المباراه ب 24 ساعه، واحنا خلاص داخلين كده في الليله الاخيره، ليله المباراه باذن الله قبل مباراه يوم السبت. انا بقول ان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله ويوفق لعبتنا، لانهم تعبوا وادوا ووصلوا. ودايما عايز برضو اقول حاجه، الحق حق ان يتبع. يعني معنى ايه؟ ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، جاب لنا هذه البطوله، وهي ما حدش في العالم يتخيل هذا السيناريو. ان النادي ما فيش حد يعمل السيناريو ده، ما حدش يجرؤ انه يفكر انه يقول هذا الكلام. لكن يعني التغيير، البطوله تروح المغرب، المغرب هي اللي تستضيف، فيضطر النادي الاهلي يجي. طالما جابك هنا يبقى ان شاء الله الفرقه دي التوفيق هيودينا. ممكن يبقى شعور بالذنب يا كابتن فتحي. لا مش لا لا هتبقى هي عضله السماء. المهم احنا وصلنا، احنا وصلنا فربنا سبحانه وتعالى، واحنا متمسكين بالله سبحانه وتعالى، وكلنا مؤمنين دينا في حته بعيده في هذه البطوله ان شاء الله. وبدايتها مش الماتش اللي فات، الماتش بتاع بكره، لان البطوله دي ما هي الا كل مباراه لا حسبتها ولا قوة. انا اللي مستنيه بس انه نفس المستوى من التركيز، ونفس المستوى من الاصرار، نفس المستوى من الجديه، ومش مطلوب من لعبتنا اكتر من كده. والنتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنكون بنتكلم يوم الثلاث بالليل ان شاء الله باذن الله على ماتش الاهلي والريال باذن الله. بس نعدي ماتش يوم السبت ان شاء الله. نورتونا وشرفتونا في الاهلي في المونديال، كابتن ماهر همام، كابتن فتحي نصير، شرفتوا الدنيا، وشكرا جزيلا. ونختم حلقتنا مبروك مره ثانيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. بالتاكيد النهارده كنا معاكم على مدار ساعتين في تغطيه خاصه للمونديالتو، كواليس الاهلي بالتاكيد في المونديال في المغرب، وتحديدا من طنجه عروس الشمال في المملكه المغربيه. باذن الله التغطيه مستمره، وبكره ان شاء الله كمان عندنا حلقه جديده من الاهلي في المونديال. سعدت بالتاكيد ان يكون النهارده او انا اكون ضيف كمان اكيد مع الزميل العزيز احمد سمير، وبسعد دايما بتواجد معاك. ودايما ان شاء الله باذن الله هنتابع مع حضراتكم، وانا ومحمد بكره ان شاء الله هنكون برضه موجودين معاكم في الاهلي في المونديال. اللمسات والرتوش الاخيره ما قبل مواجهه سياتل ساوندرز ب 24 ساعه هتكون موجوده معاكم على شاشه الاهلي. نشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، ونتقابل دايما على كل خير.